بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. قبل ما نروح لماتش النهارده عايز اتكلم عن موضوع صغير كده، البعض يمكن يعني ايه بيمشي وراه شويه، والموضوع ده اتكرر قبل كده كتير، اتكرر قبل كده من 3 4 شهور، وبعد ال 3 4 شهور بعد ما اتكرر الموضوع ده احنا شفنا النتيجه ايه، اللي هو حته تصدير الاحباط للاعيبه وللجهاز الفني وللجمهور. عايزين يرجعونا تاني للي كان بيحصل من 3 4 شهور، فاكرين ولا افكركم؟ فاكرين لما كانوا بيصدروا الاحباط للناس كلها ان النادي الاهلي مش في افضل حالاته، والنادي الاهلي مش هياخد بطولات، والنادي الاهلي هيخسر افريقيا. وافكركم من امتى؟ من السيمي فاينل، من الدور قبل النهائي، مش في النهائي كمان، من الدور قبل النهائي بتاع افريقيا، لما قال لك احنا هنطلع من الوداد، وبعدين بعد ما كسبنا الوداد لا اصل احنا يعني كسبنا بالبخت كده وايه ومش هتكمله، والخصم هو اللي هياخد البطوله، وبرده حبوا ان هم يكسروا المقاديف. عارفين انتوا لما يقول لك ايه يا عم ده انتوا مش عارف كذا، ده انتوا مش قادرين، ده احنا قدكم 100 مره، ده احنا مش الاحباط ده الاحباط. ايه اللي حصل بعد كده؟ افكركم برده، افكر حضراتكم باللي حصل بعد كده. اللي حصل بعد كده ان النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، وخدها بالقضيه، ما خدهاش باي طريقه، خدها بالقضيه عشان تفضل معلمه. في بطولات كده تفضل معلمه عند الواحد، دي بطوله من ضمن البطولات اللي تفضل تعلم سنين كتير قوي، والتاريخ هيذكرها كتير قوي. ليه بننساق ورا الشائعات؟ انا عايز اعرف احنا ليه بننساق طالما الفرقه بسم الله ما شاء الله السنه اللي فاتت واخده كل البطولات، جينا على الكاس قال لك انتوا وصلتوا للكاس بالصدفه لحد سيمي فاينل، حد دور برضه قبل النهائي، وهتشوفوا ايه اللي هيحصل في النهائي. لعبنا منافس ما كانش اصلا مرشح، يعني الناس اللي كانوا بيقولوا كده، لعبنا احنا منافس ما كانش اصلا مرشح للنهائي، ومع ذلك كسبنا. عايز اقول حاجه كمان، يمكن ما كناش في احسن مستوياتنا بس كسبنا، ودي طبيعه النادي الاهلي. خلي بالكوا انا عايز اقول لكم حاجه، مش شرط الاداء الفني يكون عالي في النادي الاهلي عشان يكسب بطوله، ودي حاجه ما حدش يعرفها ولا حد هيحسها غير اللي راح لعب في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده دلوقتي اللي بتلعب في النادي الاهلي، والاجيال اللي فاتت اللي لعبت في النادي الاهلي وطلعت من النادي الاهلي راحت حته ثانيه. هتعرف هتحسها لما تروح حته ثانيه، هتحس بالفرق. عندك روح، عندك اصرار، عندك قيم، عندك عزيمه، عندك مبادئ، كل الحاجات هي منظومه متكامله، هي اللي بتخلي المنظر كده حتى لو ما كناش في احسن حالاتنا الفنيه. فيعني اللي انا عايز اقوله لكم ان مش لازم ننساق ورا الشائعات. قبل الموضوع دوت بتاع كاس العالم للانديه، رحنا وقبل ما نروح برضو مصدرين الاحباط، انتوا هتلعبوا فرقه اول، ده انتوا من اول ماتش هتلعبوا على الخامس والسادس، انتوا ليه هتلعبوا الماتش الخامس والسادس؟ ليه هتلعبوا اول ماتش عشان انتوا خلاص كده هتلعبوا على الخامس والسادس على طول؟ ده الفرقه دي نار، والفرقه هتعمل كذا وتعمل كذا. كسبنا الماتش، قعدوا يقول لك ايه البايرن بقى، تعالوا بقى نشوف البايرن، يا لا ده البايرن هيديكم، ده ادى برشلونه 8، نعد بقى، وقعدوا يقول لك ايه كل واحد يتنبأ. الحمد لله قدرنا نقف على رجلينا، ما اديناش بصوره جيده، ولكن قدرنا نقف على رجلينا وخسرنا 2-0، وكان ممكن الماتش يطلع 1-0. خساره، انا عارف انها خساره، ولكن الشكل ما كانش وحش قوي، يعني الشكل معقول، كان ممكن نبقى احسن من كده، ولكن ظروف ماتش، انت بتلعب مع افضل فريق في العالم. وبعدين لما قال لك بقى بتلعبوا على الثالث والرابع، هتلعبوا على الثالث والرابع، ما انتوا هتاخدوا الرابع اكيد، ده انت بتلعب بطل امريكا الجنوبيه. لما كسبت بطل امريكا الجنوبيه وخدت البرونزيه قال لك هي دي الفرقه اللي انتوا كنتوا تلعبوها. يا جماعه لازم جمهور النادي الاهلي يبقى جمهور واعي. جمهور النادي الاهلي شفنا الفتره اللي فاتت دي كلها الاربع خمس شهور الاحباط اللي كانوا عايزين يدخلوه لجمهور النادي الاهلي ولجهاز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي الحمد لله دي نعمه كبيره جدا. الانتماء للنادي الاهلي نعمه كبيره جدا، الحمد لله النادي الاهلي قدر يفرحنا السنه اللي فاتت، خد كل البطولات. السنه دي بداناها بالبرونزيه، برونزيه كاس العالم للانديه، ودي تعتبر بطوله، ده انجاز،
هيذكر في التاريخ. النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل مصر، خد الميداليه البرونزيه مرتين، وده النادي الافريقي الوحيد والمصري طبعا، لان احنا بس اللي بنروح. النادي الافريقي الوحيد اللي طلع على منصه التتويج مرتين. احنا بقى كنادي اهلي، مش عايز اتكلم انا على حد تاني، طول عمر النادي الاهلي بيبص بس لمكانه وعايز يبقى افضل وعايز يعلى، ملوش دعوه بالمنافسين خالص. النادي الاهلي بيبص على اللي جاي. انا انتهيت يعني مثلا دلوقتي انا عجبني تصريح كويس قوي للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، بيسالوه من يومين على كاس العالم للانديه والمركز الثالث، قال لهم خلاص دي بقت جزء من الماضي، دي كانت ذكرى. انا بقى بقول دي كانت ذكرى حلوه، نبص بقى للي جاي، وده قدر النادي الاهلي دايما وقدر لاعيبته وقدر جماهيره. انت بتخلص النهارده بطوله، من بكره بتستعد للبطوله اللي بعديها، بتبص على البطوله اللي بعديها. مش انا بقى اخد البطوله وانام عليها، يا عم انا لسه واخد بطوله بقى انام عليها سنه ديت، مش ده النادي الاهلي. فما تنساقوش ورا الشائعات. مين اللي بيطلق الشائعات دي؟ واحد مش عايز، او مجموعه مش عايزه النادي الاهلي يمشي كويس، عايزه تعرقل مسيره النادي الاهلي. ليه؟ لازم احنا نبقى برضو اذكياء شويه. احنا كل اللي يهمنا فرقتنا بس، وده والنادي الاهلي على فكره ما بيبصش لحد تاني. النادي الاهلي بيبص سكته واحده، عارف السكه بتاعته ايه، بيشتغل عليها من اول مجلس الاداره لحد اصغر واحد في النادي الاهلي. احنا تعودنا على كده. طب انا بتكلم ليه كده؟ انا ليه بتكلم في كل ده وبادئ الحلقه كده؟ عشان انا شايف اراء وتحاليل فنيه وهجوم على بعض اللاعبين، بالرغم من ان احنا لسه واخدين برونزيه، مره مروان محسن يهاجموه، مره محمود وحيد، ده محمود وحيد اصلا الراجل ما بيلعبش، وده لعيب من افضل اللعيبه اللي لو جات له الفرصه هيمسك فيها كويس. على فكره كمان حاجه من ضمن الحاجات اللي اللعيب بيحسها، ممكن بعض الجماهير ما تحسش باللعيب، انما انا عايز اقول لكم حاجه، اللعيب بيبقى من جواه نفسه هيموت ان هو لو ما بيلعبش يبقى موجود في الملعب. واللعيب الكويس اللي هو نوعيه النادي الاهلي، يلعب في النادي الاهلي، بيستغل اقل فرصه اول ما تجيله بيستغلها كويس عشان يثبت نفسه في الملعب، ويبقى محسس الناس او المدير الفني او الناس المسؤوله ان هو فعلا جدير انه يلعب في المكان ده. كل لعيبه النادي الاهلي كده، ده اللعيب الكبير اللي بيلعب في النادي الاهلي، دي لعيبه النادي الاهلي. فهو الراجل ما بيلعبش، اصل هو كمان انت في مكانه، انا بتكلم على محمود وحيد، في مكانه وحش، في مكانه علي معلول. علي معلول يعني ما حدش يقعده، لان علي معلول تقريبا يعني مش عايز اقول لك ان هو نص التيم، لا يعني، لان التيم كله النادي الاهلي ما عندوش نجم محدد، انما هو فريق جماعي. انما علي معلول اقدر اقول لك ان ده افضل ظهير ايسر في افريقيا، اللي بيطلب منه بيعمله على اكمل وجه، على افضل وجه. لما تحس ان هو يعني نص نص ولا حاجه، لا يبقى علي معلول في حاجه، يبقى علي معلول مش سليم، يبقى علي معلول مش في حالته عشان في حاجه معينه فيه. انما انت بتتكلم على محمود وحيد، فرج على محمود وحيد ده لما تديله ماتش واثنين وثلاثه هيبقى شكله ايه؟ فاحنا ليه بنهاجمه؟ انا عايز اعرف، انت كجمهور نادي اهلي، كجمهور نادي اهلي المفروض ان انت تأزر اللعيبه دي، المفروض ان انت اللعيبه دي جايبه لك ثلاث بطولات وعاملين انجاز في كاس العالم، انت المفروض تأزرها. يعني اللعيبه دي ما اثرتش، الجهاز الفني ما اثرش، مجلس الاداره، يعني كل الناس بتعمل اعلى حاجه علشان جمهور النادي الاهلي يفرح. يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي هو بيبقى ورا فرقته على الحلو وعلى المر، احنا تعودنا كده، احنا تعودنا كده. النهارده مثلا مستر موسيماني اختار محمود وحيد علشان علي معلول غايب، هو اختيار موفق، وان شاء الله ان شاء الله هيكون من نجوم المباراه. بدل بقى ما البعض مننا بيقعد يتكلم على محمود وحيد ومروان محسن، بالعكس احنا المفروض نديهم الثقه، احنا المفروض زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي دايما. على فكره انا من ضمن اللعيبه اللي انا طبعا مسيرتي النادي الاهلي 11 12 سنه، في اوقات كنت اساسي، وفي اوقات كنت احتياطي،
وكنت بتمنى في الفتره اللي فيها انا كنت احتياطي دي الفترات اللي هي الواحد بيبقى لعيب تحس ان هو مكسور شويه محتاج اي حد يكلمه ويدينه الثقه يرفع روحه المعنويه. ده وقت جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يقف مع اللعيبه دي. انا حسيتها يعني. انا لما ما كنتش موفق، انا هقول لحضراتكم حاجه، انا لو لعيب وما كنتش موفق انا ببقى عايز اقرب حد ليا يديني دفعه معنويه. مين اقرب حد ليا في النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي. انا قعدت سنه كامله مش موفق، لو في حاجه اقل مش موفق اقول لكم عليها، بعمل اللي على قدي واكتر من اللي على قدي، ومع ذلك الكره مثلا ايه تيجي في العارضه ابقى رايح والجول والجول فاضي اعملها كده تطلع بره، لدرجه ان انا يعني في اوقات ما بكونتش خلاص مش شايف والله والله والله، لحد ما ربنا فرجها عليا وكل جمهور النادي الاهلي ساعتها اللي هم كانوا قريبين مني واللي كانوا زمان كانوا بيحضروا التدريبات، الناس زي اللي بتحضر الماتش كانوا بيقعدوا ينادوا عليا في التدريب كاني في الملعب كاني جايب جول. وافتكر مره ماتش هم او ماتشين يعني، كان مسؤول عني الكابتن انور سلامه وجي كلمني قبل الماتش وقال لي تعالى، كان هو ساكن قريب مني، قال لي تعالى انا عايز اتكلم معاك، كان عندنا ماتش مع الترسانه. قلت له ماشي يا كابتن اتفضل. قال لي احنا عندنا الترسانه بكره. قلت له ايوه يا كابتن انا عارف. قال لي انا مش عايزك تبتدي الماتش، ايه رايك؟ انا يعني انا مشفق عليك من اللي انت فيه، ان انت بتعمل اللي عليك ولكن ربنا مش فيه عدم توفيق، فانت ايه رايك؟ وانا شايف كمان ان الناس يعني متقبله انك انت تلعب. فانا قلت له هلعب يا كابتن. قال لي انا خايف عليك انت. قلت له لا هلعب يا كابتن. من اول ثانيه والله 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 الجمهور كان مفيش في الملعب غيري، عمال ينادي عليا، وثلاث كور في العارضه وكورتين انفراد مضيعها، ويشاء ربنا ان في الدقيقه 92 الكابتن اسامه عرابي رفع كرة من ناحية الشمال ترتلها بدماغي دخلت جول. يعني دي من الحاجات، مش عايز اقول لكم رد فعل الجماهير كان شكله ايه. فده وقت جمهور النادي الاهلي، مش وقت جمهور النادي الاهلي على طول معانا في الحلوة والمرة. احنا تعودنا على كده، احنا تعودنا جمهور النادي الاهلي هو اللي بيعمل لعيبة النادي الاهلي، هو اللي بيعمل اسم النادي الاهلي، هو اللي بيرفع اللعيبة دي كلها، هو اللي في الاوقات الحرجة يبقى معانا. هو انا عايزك لما اكسب بس؟ لا طبعا، انا ببقى محتاجك قوي وانا في حته احباط، مش موفق، مش في حالتي، انا محتاجك تطلعني من اللي انا فيه. ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي دايما معودنا على الكلام ده مع لاعيبه النادي الاهلي، وكتير قوي كتير قوي. لو انا عايز اتكلم هاخد لي مثلا 10 حلقات، مش عليا انا لوحدي بس، على كل اللعيبه، على كذا لعيب حصل له موقف من المواقف وجمهور النادي الاهلي ما تخلاش عنه، بالعكس جمهور النادي الاهلي عودنا ان هو ورا فرقه النادي الاهلي مهما حصل. نروح بقى ايه لماتش النهارده. ماتش النهارده النادي الاهلي هيبتدي النهارده خطوه جديده في طريق الحفاظ على الاميره السمراء اللي هي العاشره، علشان احنا دلوقتي هدفنا حاجه جديده، واخدين البرونزيه العالميه ودخلنا على البطوله الافريقيه. ليه لا؟ لان النادي الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه اللي فيها. طبعا عارفين ان النادي الاهلي فاز بالبطوله دي قبل كده 9 مرات، يعني الامر شبه معتاد، والحمد لله احنا حابين البطوله وكمان البطوله حبانا. يعني الحمد لله الاميره بتحبنا، الاميره الافريقيه بتحبنا زي ما احنا بنحبها وجمهور الاهلي بيحبها. الاهلي داخل النهارده في البطوله الافريقيه بيتسلح بروح الميداليه البرونزيه اللي حققته ابطال، اللي حققوا ابطال النادي الاهلي الفتره الماضيه. يبقى احنا النهارده داخلين بروح البرونزيه علشان ان شاء الله نتوج بالاميره الافريقيه. إن شاء الله النادي الأهلي هيستهل مشواره النهارده في دوري المجموعات بلقاء المريخ السوداني. ولو حضراتكم تتذكروا التاريخ هو اللي بيقول، التاريخ بيقول إن دايماً
النادي الاهلي نتائجه كويسه جدا مع الفرق السودانيه سواء الهلال او المريخ. والنادي الاهلي داخل ماتش النهارده علشان باذن الله، طبعا هو واخد اخر بطوله، علشان باذن الله باذن الله يحقق امنيات كل جماهيره، وطبعا اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، ان هو ان شاء الله يضيف العشرة باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يمكن احنا تاريخ مواجهتنا مع المريخ السوداني سواء هنا او هناك، النادي الاهلي بيبقى هو المنتصر. هم يمكن انتصروا مره واحده، احنا لعبناهم تقريبا 9 مرات او حاجه زي كده، وفي كمان مره يمكن ما فيش حد بيجيب عنها سيره في البطوله العربيه، تصفيات البطوله العربيه اللي احنا في مصر استضفناها سنه 92 على ما اعتقد، وكسبنا المريخ هنا 2-1 2-0. والمريخ السوداني على ارضه يمكن فريق قوي، بيظهر بمظهر غير ما بيظهر خارج ارضه. هو فريق صعب ولكن على ارضه قوي جدا، ويمكن لما نيجي نتكلم بعد كده على مشواره هتعرفوا ان هو مطلع فرقه جامده كمان بنتيجه ثقيله. فهو على ارضه فريق كويس، ما بيخسرش بسهوله ابدا. يمكن في ماتشات الاهلي والمريخ، الاهلي كسب المريخ سنه 93 هناك، كسبناهم 2-1، كان اعتقد محمد عبد الجليل جاب جول والعبد لله جاب الجول الثاني. فهو فريق تقيل، ماتش مش سهل. هو عنده طموح وانا عندي طموح، اللي في الملعب هو ده بقى اللي هيبان، اللي روحه واصراره وعزيمته بجانب الاداء الفني طبعا، هو اللي ان شاء الله اللي هيكسب، ونتمنى ان هو يكون النادي الاهلي باذن الله. هنروح دلوقتي لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن اسامه حسني. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك منورنا. اهلا كابتن ايمن، اهلا بيك. توفيق ان شاء الله. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك كابتن منورنا. اهلا بيك ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا كابتن منورنا. اهلا وسهلا بيك ايمن. كابتن اسامه حسني حمد الله على السلامه، منورنا. الله يسلمك يا كابتن ايمن. الله يخليك. طيب قبل ما نبدا كلامنا هنروح لملعب المباراه مع زميلنا شريف شعبان، نشوف منه اخر الاجواء هناك عنده ايه. مساء الخير يا شريف. مساء النور، تحياتي ليك كابتن ايمن وضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد القاهره الدولي. فخر طبعا مصر، الاستاد الرائع جدا، يمكن منشاه رياضيه ولا اروع ولا اجمل، وبروده الجو، الجو سائع بشكل كبير جدا، بس باذن الله يساعد لاعبي النادي الاهلي النهارده على اظهار امكانياتهم باذن الله، وتكون او يكون التوفيق من نصيب لاعبي النادي الاهلي ونفوز اليوم على فريق كبير هو فريق المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. يمكن الاول طبعا سلبيه او المسحه سلبيه لجميع افراد قائمه النادي الاهلي اليوم. الاجتماع الفني بالامس اسفر عن ارتداء النادي الاهلي للزي الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، ويمكن المريخ السوداني هيرتدي الزي الاصفر فاصفر فاصفر، ويمكن حارس مرمى النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا محمد الشناوي هيرتدي الزي السماوي، وحارس مرمى المريخ السوداني هيرتدي الزي الاخضر. غيابات النادي الاهلي النهارده كتير جدا، حدث ولا حرج، بس باذن الله الاهلي بمن حضر باذن الله النهارده يكون لاعبي النادي الاهلي موفقين، اللي هيبداوا باذن الله ال11 لاعب: حسين الشحات للايقاف، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، علي معلول، ايمن اشرف، صلاح محسن. يمكن امبارح مستر بيتسو موسيماني امبارح قبل بدايه المران كان في اجتماع فني مع اللاعبين ومحاضره فنيه اتكلم فيها عن نقاط القوه ونقاط الضعف لفريق المريخ السوداني باذن الله. والنهارده كمان على مدار اليوم في فندق الاقامه يمكن على طول كان لاعبي النادي الاهلي حريصين ان يتفرجوا على فريق المريخ السوداني علشان يتعرفوا على نقاط القوة ونقاط الضعف، اللي عاد طبعا ليهم هذا الفيديو محللين أداء النادي الأهلي. ويمكن الجميل للنادي الاهلي النهارده بنشوف امبارح في فندق الاقامه كابتنه طبعا وسوبر ستار حاوي النادي الاهلي وليد سليمان كان حريص امبارح يكون موجود مع لاعبي النادي الاهلي علشان يشد من ازرهم ويطالبهم بالتركيز طبعا الكبير جدا عشان مباراه قويه جدا في بطوله افريقيا. والنهارده كمان كان موجود ايضا مع لاعبي النادي الاهلي محمد الشناوي، وليد سليمان، سعد سمير، على طول عليهم عامل كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي وبيتكلموا معاهم باستمرار على طول عن اهميه المحرمه المقبله. ننسى خلاص الافراح بقى ونركز في مباراه المريخ اللي هتكون الستارت القوي جدا لحصولنا على بطوله افريقيا. لاعبي النادي الاهلي كلهم نفسهم يفوزوا بالنجم العشره ويروحوا يلعبوا كمان في كاس العالم القادمه باذن الله. يا رب باذن الله النهارده يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ويقدم مباراه والاروع والاجمل ويفوز باول ثلاث نقاط في دور المجموعات. دي كانت كل كواليسنا من استاد القاهره. التشكيل هيعلن بعد قليل، يا رب باذن الله يوفق مستر بيتسو موسيماني في 11 لاعب يقدروا يساعدوا كل جماهير النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. كابتن شريف، اول مباراه للنادي الاهلي بعد ما فاز بالبرونزيه بتاعت كاس العالم انديه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكل معنوي ونفسي جميل جدا. بنوصل للبطوله محببه لينا زي بطوله الدوري العام كده، اللي هي بتاهلنا دايما لبطوله الانديه لكاس العالم اللي هي بطوله افريقيا. دوري المجموعات مباراه اولى لازم يكون فيها معطيات كتير جدا، لازم يكون فيها تدخل فني من الاجهزه الفنيه، فنبعد خالص عن الشكل اللي احنا شفناه من الارهاق والتعب. انت عارف انت لعيب كوره، احنا لما بنرجع من بطولات زي دي بيحل على اللعيبه وعلى عضلاتها تعب كبير جدا. خلي بالك احنا لاعبين ثلاث ماتشات في اسبوع، في اسبوع واحد يعني. ده غير المعسكر اللي انت عامله قبلها كمان باسبوع، فانت عندك ضغوط نفسيه كانت كبيره قوي انك تحقق للكره المصريه وللنادي الاهلي، وكل ده كان بيتحقق الحقيقه بالشكل اللي انا هقول لك عليه، بالروح. لعيبه رجاله جدا وصل لها كل الاهداف المطلوبه تجاه النادي الاهلي من مجلس اداره لشكل فني شكل اداري كله. لعيبه خدت كل ده وترجمته في الملعب. حتى مباراه بايرن ميونخ كان ليهم وجود وكان ليهم رجوله، بس فرق الامكانيات والتفاوت هو اللي كان في مصلحه بايرن ميونخ. النهارده احنا بناخد من سلبيات وايجابيات بايرن ميونخ والبطوله كلها. ايه الايجابيات اللي انا بتكلم عنها النهارده؟ في احنا عندنا ايجابيات كتير على فكره كابتن، كمان في في كاس العالم هي دي بجانب البرونزيه. أنا يعني عندنا عليها ارقام كمان للعيبه كويسه قوي في عالميه، عندنا ثقه في النفس كمان. في لعيبه اكتشفت
ان اللعب مع الكبار واللعب قدام المحترفين بيتطلب هدوء نسبي، بيتطلب تعامل مع الكوره، تصرفات في الكوره، الشكل الامثل اللي انت بتدور عليه من ملاعب لوجود لاعلام نفسه محوطك باهتمام كبير جدا. المعطيات اللي انا بتكلم عنها والشكل اللي انا ايجابيات اللي انا اتفرجت عليها كان في ماتش الدحيل الاولاني، الحقيقه عندنا ضغط على الخصم بشكل رائع جدا، عندنا تحركات من اللعيبه وخاصه التطور الهجومي، كان عندي تطور هجومي من فتره قبلها انا مش عارف يبقى لي وجود في الشوط الاولاني او احرز اهداف في اول شوط اولاني، فكان ليا الوجود ان انا احرز هدف واغير الشكل في بطوله عالميه مش الشكل المحلي اللي انا كنت موجود فيه. فهو ده الشكل اللي انا بتمناه ان يكون الجهاز الفني حاطه للفريق، وبس في روح التطور الهجومي. التطور الهجومي بمعنى ايه؟ معنى انا النهارده لما بضغط وبيبقى عندي الاستحواذ الاكثر في جميع المباريات يبقى مترجم لاهداف. مزبوط. التطور الهجومي ما اقدرش انا ايمن افضل اهجم ناحيه اليمين من ناحيه اليمين وناحيه الشمال عطلانه عندي لغياب مثلا علي معلول النهارده، انما في لعيب كويس قوي زي ما انت قلت وحيد محمود وحيد، كل ما بتطلبه كل ما بتقوله انا عايز موجود، الراجل بيدي كل اللي عنده. اذا اللعيب عنده شخصيه وعنده ثقه في نفسه بجميع اللعيبه اللي بيبقوا حواليه من نص ملعبك، لما بيبقى جاهز بيعوض التقدم اللي هو بيطلعه، بيعوض تقدم محمد هاني، بيعوض حاجات كتيره، ولما بيبقى نص ملعبك واقف على حيله شايف عمدي فتحي عمرو السوليه بيتمكن في الكوره الحقيقه، راجل عنده تيمبو، راجل عنده ايقاع، دايما يقول لك هو سوليه بطيء سنه، لا مش بطيء ولا حاجه، سوليه بيقرا الملعب كويس قوي، انما بيواكب سوليه عشان يبقى متفوق، تحركات قفشه، تحرك الشكل الهجومي اللي انا بتمنى، اللي زي ما كنت دايما اقول لك ايه، انا نفسي ابقى عندي اثنين قدام هم اللي يترجموا لي الانطلاقات بتاعه الاطراف اللي احنا بنطلع عليها. صحيح. وانا اللي نفسي النهارده الاستحواذ يترجم لتطور هجومي يكون بس وفي مستر موسيماني في اللعيبه. صحيح. كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف قال ان احنا بعد كل بطوله بنبص للي بعدها، يعني هو في مكاسب خدناها من البطوله دي، وفي طبعا اكيد كان في سلبيات، يعني زي ما في ايجابيات في سلبيات طبيعي. اكيد الجهاز الفني اتكلم وكل اللعيبه عارفه الايجابيات، بس اتكلم في السلبيات وقال بقدر الامكان ان الاخطاء دي مش هنقع فيها تاني. كويس. دايما بعد اي بطوله، بعد اي بطوله والنادي الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله بطولاته كتير، بتحصل كده هزه او عارف الثقه بالنفس لما هي بينها وبين الغرور شعره، او اللعيبه تستسهل الماتش استرخاء شويه. بالظبط. ازاي يتعامل معاها النهارده لعيبه النادي الاهلي؟ بص يا ايمن، هو انا هقفل بقى صفحه كاس العالم دي، انتهت تماما خلاص والحمد لله، فوزنا ببرونزيه، هقفلها بايجابياتها بسلبياتها، دي كانت بطوله لوحدها وليها ظروف خاصه، ف كويس تتقفل تماما بقى خلاص. كويس. اتكلم بقى عن النهارده الحاجه المهمه. المهم ان انت بعد حققت البرونزيه فرحتك ورجوعك، اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عارفه هي رايحه فين، الفرح خلص والموضوع انتهى والجماهير نسيت. انت دلوقتي جماهير دلوقتي يا ايمن مثلا من يومين بيقول لك ماتش المريخ العشرة، يعني قال لك العشرة وبعدين قال لك مباراه المريخ. ايوه. الناس بتنسى، انت عودتهم على كده، وده احلى تعود في الدنيا. صح. ان انت على طول بطولات وبتنسى، عشان كده هو بقى النادي الاهلي. النادي الاهلي ببطولاته الكتيره دي يا جماعه ما جاتش من فراغ، انا دايما بقول الكلمه دي، النادي الاهلي مش من الانديه اللي بتجيب بطوله وحلو قوي كده وانام عليها خمس ست سنين. ده بص بمناسبه الصوره دي يا كابتن، عارف الصوره دي بص الناس كانت فرحانه صح؟ اه طبعا. كانت بتطالب، يمكن اسامه كان موجود في المدرجات، الناس كانت بتطالب لعيبه النادي الاهلي بالسوبر والعشر. والعشر. هي خلاص يا ايمن، انت بص يا ايمن، انت حققت الهدف. أيوه. هم عندهم هدف ثاني وثالث. أيوه. انت خلاص النهارده خدت البرونزيه الحمد لله، بيفكرك بالسوبر وبعدين بيفكرك العشر، عشان أيوه. العشره بدايتها النهارده. مظبوط. بدايه العشره النهارده، عشان كده لازم التركيز النهارده يبقى في اعلى 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 درجاته. مظبوط. لان مهم قوي دايما احنا بنقول دي البدايات. مهم بدايتك النهارده، بدايتك النهارده ان شاء الله ربنا يكرمك تعمل مباراه ان شاء الله كويسه، ثلاث نقاط مهمين في اول المشوار. صح. ودي اهم حاجه، مهم تبدا، وخصوصا يا كابتن بعد فوز سيمبا في بره ارضه. هو بص ايمن، يعني طبيعه النادي الاهلي من زمان ما بيفكرش في الناس اللي معاه في المجموعه. هو النادي الاهلي بيفكر كل ماتش على حده، النهارده انا عايز ثلاث نقاط ان شاء الله نفوز بيها باذن الله ربنا، نبدا نبص على الفرق الثانيه. لكن اهم صح. حاجه انت قلتها وانت بتتكلم مع كابتن شريف، انك الجهاز الفني والاداري شغلهم الشاغل يومين اللي فاتوا دول هم يخرجوا اللعيبه من فرحه البرونزيه، واعتقد اللعيبه دي على قدر المسؤوليه هم خلاص خرجوا الموضوع ده، لان هم عارفين جماهير النادي الاهلي يعني مش ما بترحمش، بس هي دايما طماعه، عايزه بطولات، عايزه مكسب. هو ده زي ما بقول لك، ده النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي كل البطولات اللي عملها دي ايمن
مش من فراغ، مش بطوله وراح نايم سنتين ثلاثه واما افتكر لا 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 لا، النادي الاهلي بطوله بتخلص، بطوله بيخلص بنجيب بطوله ثانيه. فالنهارده زي ما بقول لك يا ايمن ان شاء الله مهم قوي البدايه، ثلاث نقاط النهارده بدايه مشوارك ان شاء الله يطمنوك كويس قوي. صحيح كابتن اسامه، اكيد النادي الاهلي عودنا دايما ان لعيبته طبعا عودونا ان هو بيفصل ما بين بطوله وبطوله، يعني حتى زي ما قال الكابتن علاء بطوله خلصت النهارده احنا من بكره خلاص. يعني فاكر زمان احنا لما كنا بنلعب يا جماعه طب نقول لهم طب سيبونا يومين نفرح، كان يقول لك لا هنفرح النهارده صحيح. ومن بكره نبتدي للي جاي صحيح. فالنادي الاهلي الفصل ده بين البطوله وبطوله ده سمه من سمات نجاح النادي الاهلي وتحقيق البطولات. دي حاجه عايزك تتكلم فيها، وعايز اتكلم على حته ان بعض الناس بيهاجموا بعض لعيبه النادي الاهلي. اولا بالنسبه للنادي الاهلي متعود انه بطوله ويطالب بالبطوله الثانيه، كلنا اتكلمنا فيها الكابتن شريف والكابتن علاء وانت، مش عايز اطول فيها كتير، ده قدر النادي الاهلي وتاريخه بيقول كده. وزي ما انت قلت احنا ما كناش حتى واحنا بنلعب كلنا بتكسب دوري مثلا ما بتلحقش تحتفل، يقول لك انت عندك نهائي كاس، بتكسب كاس يقول لك انت عندك اول ماتش في افريقيا وهكذا. فالوضع ده بقالنا سنين طويله يعني عايشينه، وكلنا كنا لعيبه قبل ما نكون كمان مدربين في الاجهزه اللي اشتغلنا معاها او جوه داخل الفريق يعني. فخلاص ده قدر النادي، واعتقد اللعيبه اللي هي عندها خبره اللي ابتدت تحس بالموضوع ده زي الشناوي، زي وليد سليمان، زي عمرو السولية بقاله كام سنه دلوقتي، زي حتى علي معلول بقاله حوالي 3 سنين او 4 سنين هينقلوه للعيبه اللي دخلت في الاخر. ايوه زي بدر بنون، طاهر وبدر بنون وشريف وكل المجموعه دي واكرم توفيق وهكذا. فهي بتتنقل من جيل لجيل، وكل شويه الموضوع بيترسخ عند اللعيبه اللي هي جايه جديد ان هو ده النادي كده، هو ده سمته وشخصيته كده، ما بنفرحش بمباراه ولا بطوله والموضوع نقفل عليه وخلاص ونعيش عليه خمس ست سنين. الجمهور مش هيستحمل ولا ادارتنا بترضى بكده ولا خلاص، ده قدرنا ونصيبنا. بالنسبه للعيبه اللي بتهاجم او الناس اللي بتهاجم بعض اللعيبه، يعني هي فيها شقين، فيها شق على الناس اللي بتهاجم وفيها شق على اللعيب نفسه. اللي هيهاجم صدقني ايمن وكلنا برضو شفناها، بعد ما انت بتبقى في حاله كويسه او بتكسب الفرقه او بتادي حلو بينسلك كل اللي انت عملته، اذا كان صح. مش راضي مثلا عن المستوى او بيهاجمك لاي سبب، وهتلاقيه في ظهرك وبيساندك. ده مش من مباراه الاخرى ولا من بطوله الاخرى، ده في المباراه الواحده. وشفنا الكلام ده كتير، سواء احنا شخصيا او لحد من زمايلنا. بتبقى في الملعب الجمهور مثلا بيزوم عليك، بتبصي غلط، زعلانين منك، النتيجه مش في صالحك، وانت مثلا المستوى مش مظبوط، جبت جون، عملت تمريره بينيه خطر، او لو كنت حارس مرمى شلت كره خطيره وطلعت كسبت، هتلاقيهم بيتغنوا بيك اول ناس. يعني الجمهور، انا بتكلم على الجمهور الاول غير اللي حتى النقاد، انا بتكلم على الجمهور، ما عندوش حاجه شخصيه بينه وبين اللاعب. ايوه الجمهور ما عندوش حاجه شخصيه بينه وبين اللاعب، هو بيفرح لما ناديه بيكسب، بيفرح لما اللعيب بيبقى مستواه كويس، ولكن على قدر ما انت بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي وبتاخد بطولات وبتاخد مكاسب اجتماعيه ومكاسب ماديه، وفي المقابل لما بتبقى مش موفق او بتاع برضه الهجوم بيبقى على قدر هذا النادي. أيوة. لانك انت ياما فرق بتخسر محدش بيجيب سيرتها، او لعيب بيبقى وحش ممكن بتتذكر في استوديو مثلا مره ولا حاجه وخلاص، لكن انت تفضل ولكن ما تحبطنيش يا كابتن. لا ما هو انا لسه بكمل، لكن زي ما انت قلت ما توصلش انك انت تحبطني. لانه مش كل لعيب، ودي برضه انا قلت جزء على الجماهير والنقاد وكده وجزء على اللعيب. اللعيب النادي الاهلي لازم يبقى شخصيته قويه. ايوه ودي من اهم الحاجات اللي بتاثر في لاعب على اللاعب. يعني احيانا في لعيب بيبقى امهر، لعيب بيبقى اذكى، لعيب بيبقى يعني قدراته الفنيه اعلى، ولكن ما عندوش تحمل الضغوط ديت او كده،
احيانا ما توفقش في النادي الاهلي، لان ياما جبنا لعيبه امكانياتها المهاريه كويسه وكده وجات ما لم توفق، وفي لعيبه اقل من النواحي الفنيه ولكن سماتها الشخصيه قويه جدا. مزبوط. ما يتاثرش بالضغوط، عارف انه ممكن مدرب ما يلعبوش فتره وبعدين هيجي هو بتدريبه كده يقنع المدرب ويبقى هو مؤثر، الجمهور ما يبقاش راضي عنه فتره بعدين تلاقي الجمهور معاه. فهي برضو لازم اللعيب يعرف ان هو تحت السبوت قوي مع النادي الاهلي، ولازم عارف انه كمان يمكن غير ايامنا كمان زادت الموضوع بالسوشيال ميديا، بقت فظيعه كل التواصل الاجتماعي، فده برضو مؤثر. لكن في فرق بين ما انت تنقدني وفي فرق بين انت تجرح. هو صح. انك انت تنقد في بعض المباريات انك انت مثلا النهارده ما كنتش موفق، المفروض ده التحرك ده تعمل فيه كذا، ده طبيعي. لكنك تخش بقى في حاجات فيها تجريح لا علاقه لها بكره القدم وتخش بقى دي منتهي. يعني دي صح. دي طبعا منتهيه يعني. صحيح. كابتن اسامه انت لسه راجع بقى، وعايزين نعرف ما انك بقى الكواليس والحاجات اللي كانت بتحصل هناك، وكمان عايز بص قبل اي بطوله وبعد اي بطوله اتعودنا احنا كده في النادي الاهلي بيبقى فيه تهيئه نفسيه سواء من رئيس البعثة مثلا زي كابتن محمود الخطيب او الجهاز الفني. ايه اللي حصل واحنا رايحين بطوله كاس العالم، وايه اللي حصل بعدها، والتهيئه اللي عملها كابتن محمود الخطيب والكلام اللي قاله للعيبه قبل البطوله وبعد البطوله؟ هو طبعا المؤشرات باينه من بدايه سفر اللعيبه مطار القاهره. لما تيجي انت تبص على الوشوش بتاعت اللعيبه تلاقي في تركيز كبير جدا. كويس. حته الهزار وعدم الجديه لا ما كانتش موجوده، يعني حته تركيز وبانت في الطياره من بدايه محلل الاداء مساعد بتاع موسيماني، وبدي كل واحد فيديوهات قصيره عن فرقه الدحيل الاول اللي هتلعبها في اول مباراه في كاس العالم. قبلها بخمس ايام، فانت بتتفرج بتشوف المنافس بتاعك، اللعيب اللي يلعب في مركزك، فبدات اللعيبه تذاكر من بدايه ركوب الطياره من القاهره. وجود الكابتن محمود كان ليه اثر ايجابي طبعا في الموضوع ده. انت النهارده كمان يعني عايزين بس نرجع، يعني هنتكلم عن الكابتن محمود الخطيب، لكن حته سفرك خمس ايام قبل اول مباراه ده برضو استعداد هناك نفسي، تعيش في الاجواء، تخش في جو البطوله. صحيح. من بدري، وده ما توفرش الفرقه الثانيه كانت بتروح قبل المباراه بيومين. انت النهارده خمس ايام ده اديك افضليه برضو. صح. حته الكورونا جت برضو بنفع كبير. المعسكر هناك كان معسكر نموذجي بمعنى الكلام، يعني احنا واحنا مسافرين متخيلين ان ممكن يبقى الاجواء غير ما احنا سمعنا، او الفقاعه الطبيه لا ممكن يبقى فيه خروج، لكن هناك حته القفله دي على الفريق تماما، ممنوع الخروج، ممنوع حد يخرج، وممنوع حد يدخل، ده ادى تركيز كبير جدا للفرقه. ده معسكر نموذجي لعيب الكوره طبعا. انت في اجواء يعني غير الكورونا، هتلاقي مصريين، هتلاقي محبين. أيوة. هتلاقي قرايب في المعسكر. لعيب ما اعرفش حد جايب له حاجه، لعيب قاعد عنده في الاوضه، لكن ما شفناش الكلام ده خالص على مدار 15 يوم طول البطوله، فده ادى تركيز كبير للبطوله. دي كلها عوامل. صح. بتساعد في وصول للهدف او وصول للنجاح اللي انت عايز توصله. طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني كان رئيس بعثه النادي الاهلي في كاس العالم مرات كتيره، عنده طبعا حضرت خبرات انت مره في 2006 2005 و2006 كان موجود معانا. مظبوط. وكنت بقول لحتى الكابتن علاء يعني الجيل ده يعني غير جيل 2005. 2005 كان خدنا الخبرات في 2005. مزبوط. لما رحنا 2006 المره الثانيه. لكن دول ما شاء الله عليهم من المره الاولى. دور الكابتن محمود الخطيب ظهر اكتر مره في الخساره بعد بايرن ميونخ وانت بتخسر. ايه اللي حصل بقى؟ يعني هو دايما كان بيستقبل اللعيبه دايما على باب الاتوبيس وهم طالعين اتوبيس في كل المباريات، وبعد ما يرجعوا في مباراه بايرن ميونخ لا، ده وقف لهم برغم الخساره، سلم على كل لاعب وهنى كل لاعب حتى بعد الخساره. لكن انت لسه هنهم على الاداء طبعا، علشان انت لسه عندك مباراه مقبله، مباراه بتلعب على مركز ثالث ورابع، المكسب بتاعك انت بتكسب حاجات كتير من خلالها. فعلشان كده لما نزلتوا المطار وشفتوا الجمهور دوت ايه اللي حصل؟ ما كانش نفسك تبقى انت لعيب ساعتها طبعًا في الوقت؟ طبعا مسؤوليه كبرت. يعني حتى من اللحظات الحلوه كابتن محمود الخطيب لما وقف والجماهير حيته، راح هو مقدم موسيماني وقدم اللعيب. مظبوط. يعني احنا خلصنا اللقطه دي واحنا في الطريق رايحين الاوتيل، تلاقي احياء طالعه بتشجع الاهلي، طالعين في الطريق بيشجعوا لعيبه الاهلي. لما وصلنا الاوتيل نفس الشكل ده ونفس المنظر باعداد كبيره.
فراح الكابتن خطيب رجع خطوتين ورا، قدم موسيماني وقدم اللعيبه. ايوه موسيماني هو طلع كده راح راجع له خطوتين قال له دايما النادي الاهلي هيبقى عظيم جمهوره على كده. اه طبعا على الشكل. سامع عايز اسالك على حاجه معلش. آه. يا ايمن اتفضل يا كابتن. كنت بتكلم عن مقاطع الفيديو اللي انت بتاعت ده دور المحلل اداء المحللين اداء مع اتنين خلي بالك مش واحد دول اللي بيعملوا المقاطع دي. اه طبعا خلي الناس تعرف بس يعني لا بس لا. دي بس مع شركه كسة. مع شركه لا 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 ده هم مخلصين. بص لازم الناس تفهم الدور ده يا جماعه لان الناس دي ناس يقول لك ايه محلل اداء ايه ليه ليه اتنين ليه فالناس لا لا لازم لا تفهم ادي دور ادي دور المحللين الاداء كان بيبقى في حاجه زي دي يعني. دخل بالك في واحد كان قاعد في المباريات فوق في المدرج بيصور المباراه وبينقل على طول اول باول لو في اخطاء في الملعب بينقلها للموسيماني عن طريق جهاز الفني. معلومه مهمه جدا علشان على طول يتدارك لو في خطا في حاجه هو مش شايفها من تحت دايما الرؤيه من فوق اوضح على طول ابديت يصلح الخطا كويس. في ظل الاجواء بقى بتاعه المعسكر واحنا ما فيش خروج خالص ولا دخول طبعا انت قاعد سجن مده 15 يوم فانت لازم نخرج بقى من الشكل ده طبعا اللعيبه في دور والبعثه الاعلاميه والمركز الاعلامي ومجلس الاداره كله في دور بس في نفس الفندق في نفس الاوتيل احنا في الاوتيل احنا وفريق اولسن الكوري بس فالنهارده بدانا نوزع بقى الادوار عشان نقدر 15 يوم يعدوا فاحنا عملناها كده وزعناها من الساعة 4 للساعة 5 عندي في الأوضة دي المقرأة بتاعت القرآن كويس بنقرأ عملناها عندي في الأوضة كويس ومن الساعة 12 كله كان بيحضر ولا في حد بيزور؟ لا لا في لا يعني معظم الناس بتحضر كويس ومن الساعة 12 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل ده الكافيه عند الأستاذ طارق أنديل في الأوضة بتاعته ده بقى القهوة والنسكافيه والشاي والطاولة والكلام ده كله ده مين أوضة مين؟ الأستاذ طارق أنديل ده الكافيه بتاع المعسكر كويس وعندنا بقى الكابتن عادل لما يخلص البرنامج ملك وكتابة عندنا من الساعة 2 لساعة 5 الفجر سميناه صالون القيعي ده عنده القعدة يحكي لنا بقى ذكريات زمان صالون القيعي كابتن عدلي يحكي لنا ذكريات زمان استاذ طارق دي طبعا سهير بيفضل السهران لحد طبعا لا 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 كابتن عدلي ما شاء الله ويحكي لنا ذكريات زمان ولما كان هو مدير للنادي ويعني حكى لنا حاجات كتير الشخصيه بقى اللي احنا كسبناها في المعسكر استاذ طارق انديل طلع ما شاء الله شخصيه يعني شوفها مجلس اداره لكن بره بقى مجلس اداره حاجه تانية مختلفه خاصه لما كابتن محمود خطيب اداله الملف الامني هناك العميد محمد مرجان جاله كورونا فهو خلاص بقى المسؤول الامني فالنهارده كل اللي معدي عليه في الطوره لازم يخبط على الاوضه بتاعته المسؤول الامني يعمل ايه بقى هو المسؤول المفروض اختصاصاته ايه لا هو مسؤول هناك يعني قام بالدور ده علينا بقى احنا كلنا بنقول له ازاي يا سياده اللواء هناك نقول له مثلا عايزين نقرب من الملعب عشان نتفرج ممنوع كابتن قال ممنوع حد يتفرج الملعب اتفرجوا من بعيد هي بقى بدور المهام بتاعته ايوه الحاجه الثانيه طول اي حد معدي في الطرقه يخبط على الاوضه بتاعته فطول ما واحد يعدي يخبط فقعدت بخبط عليه لقيته نايم بقول له قال لي نفسي انام لي دقيقتين قلت له في امن بينام انت راجل لواء ما ينفعش امن ينام ايوه صح الشخصيه برضو اللي ما شاء الله يعني في المعسكرات واكيد الكباتن حضروه كابتن سمير عدلي كابتن سمير عدلي حاله ثانيه ربنا حاله ثانيه صحيح صحيح كنا موزعين الادوار في الفجر مره انا اصلي ومره الاستاذ طارق انديل يصلي ايوه فالاستاذ طارق انديل جه مره للكابتن سمير بيقول له مين الاحسن في الصلاه كابتن سمير انا ولا اسامه فراح قال له انت ما شاء الله صوتك حلو يا استاذ طارق بس المشكله عندك بتقرا قران اول مره اسمعه بطريقه جديده فانت في المعسكر في 15 يوم انت يعني في حاجات يعني بنحاول نخرج نفسنا منها طبعا يعني في تركيز تام للفرقه ما شاء الله اللعيبه انت بتخلص مباراه تخش على مباراه تانية تلاقي اللعيبه اللي بيعمل استشفاء اللي بيروح عند الدكتور بيعمل علاج حتى عمليه الاكل كمان الدكتور هناك عبد الرحمن الدكتور التغذيه بتلاقي بنفسه بيحط اكل اللعيبه هو عارف ده بياكل المقدار بتاع الاكل كذا بياكل ايه فهو بيعد الاكل بنفسه فبصراحه يعني من هنا بنشكر الجهاز كله المعاون لموسيماني ناس كلها هناك اشتغلت شغل يعني قوي جدا خلال 15 يوم انت بتلعب 3 مباريات في اسبوع صحيح فانت في ناس وثلاث مباريات خلي بالك من العيار الثقيل طبعا انت كمان اصابه بدر بنون جات لك في التمرين اللي قبل المباراه النهارده كان في قلق شويه الجهاز الطبي في خلال 6 ساعات بدا ما شاء الله يشتغل ويجهز اللاعب وتاني يوم كان موجود في المباراه اساسي في مباراه الدحيل وكان ما شاء الله من العناصر الاساسيه عندنا بدر بنون وظهر دوره يعني المؤثر في المباريات كلها الكابتن الخطيب بقى قبل ما نيجي خلصنا بطوله هيئ ازاي اللعيبه هو الجهاز الفني للبطوله الجديده حصل اجتماع على طول هو يمكن عندنا احصائيات عن كاس العالم اهو
حصل اجتماع فيه من ضمن الايجابيات اللي حصلت وجود عمرو السولية في وبدر بنون في احصائيه هايله عن اللعيبه في كاس العالم والتمريرات. الاجتماع اللي الكابتن خطيب عمله هناك كان بعد المباراه، بعد المباراه بتاعه المركز الثالث، بعد الجمهور زي ما حضرتك جبت اللقطه والجمهور واللي هما بيستلموا الميداليه البرونزيه قالوا لهم العشرة يا اهلي. الكابتن خطيب اجتمع باللعيبه في المعسكر، طبعا يعني اتصرف لهم مكافئات هناك كويسه جدا علشان الاداء الرائع اللي عملوه، المركز اللي عملوه، وقال لهم خلاص يعني انت النهارده هنحتفل النهارده وبكره، مجرد نزلنا مصر خلاص لازم تقفل الانجاز ده بتاريخ، ميداليه بتتحط في متحف الاهلي في تاريخ الاهلي، ودايما جمهور الاهلي يعني جعان بطولات، دايما بيتطلع للمستقبل. مظبوط. فنقفل وان شاء الله مهم البدايه بتاعتنا في مباراه المريخ، وهم يعني تواعدوا مع الكابتن او وعدوه يعني ان شاء الله الجاي، طبعا كابتن الفرقه الشناوي ووليد سليمان وكل الكابتن الفرقه. زي ما قال كابتن اسامه البدايه النهارده، وهنروح لتقرير الاهلي يفتتح مشواره الافريقي ونشوف الاهلي والمريخ السوداني. يستهل الاهلي في 9 مساء اليوم الثلاثاء مشواره في دور المجموعات بدور ابطال افريقيا عندما يواجه المريخ السوداني باستاد القاهره ضمن لقاءات المجموعة الأولى للبطولة، والتي تضم بخلافهما كلا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي. يدخل الأهلي المباراة وهو منتشي بالميدالية البرونزية التي حققها في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يبحث عن الحفاظ على لقبه الإفريقي وتحقيق النجمة العاشرة ولقب دور أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه. ورغم حالة الإرهاق الشديد للاعبي الأهلي جراء المشاركة في كأس العالم للأندية وخوضه 3 مباريات في أسبوع، مما أدى إلى إصابة أكثر من لاعب وبالتالي غيابهم عن المباراة، وعلى رأسهم علي معلول الظهير الأيسر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأيمن أشرف، وعدم جاهزية وليد سليمان بجانب غياب حسين الشحات للإيقاف، إلا أن الفريق الأحمر لا يفكر سوى في الفوز وحصد 3 نقاط. ويدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاستعانة بالنيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق في المباراة، بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد في الدقائق التي شارك فيها خلال مباراة بالميراس البرازيلي، حيث عاد للمشاركة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. ويرغب موسيماني في تحقيق انتصار هام في بداية دور المجموعات يساعد الفريق على المضي قدما والسير بثبات نحو التأهل للدور التالي بعد خوض غمار مباريات المجموعات. ويمتلك المدرب الجنوب إفريقي عناصر لا غنى عنها مثل الأخطبوط محمد الشناوي الذي يواصل التألق مع بدر بانون المدافع الصلب وعمرو السولية وحمدي فتحي ومجدي أفشة، بالإضافة إلى الخيارات العديدة في الخط الأمامي مثل كهربا ومحمد شريف وولتر بواليا. على الجانب الآخر يسعى المريخ السوداني للعودة للخرطوم بنقطة على الأقل من بطل القارة الإفريقية، معتمدا على عدد كبير من لاعبيه الأكفاء وعلى رأسهم النيجيري توني إدغوماري غوي المنضم حديثا من فريق المغرب التطواني، والكاميروني باسكالي بوسي بجانب هدافه السوداني سيف تيري. ويقود الفريق المدير الفني التونسي نصر الدين النابي الذي أعلن أنه لن يلعب أمام الأهلي في القاهرة بطريقة دفاعية، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية. إن شاء الله تكون البداية النهاردة بداية التتويج بالعشرة بإذن الله. كابتن شريف، يمكن النهاردة في غيابات كتير جدا عن النادي الأهلي زي ما سمعنا في التقرير، إزاي مستر موسيماني يقدر يتغلب على الغيابات دي؟ في 8 غيابات باستثناء مثلا ناصر ماهر الإصابة اللي هي القديمة دي. التغلب نفس الشكل اللي احنا، انت لو تلاحظ مستر موسيماني ساعات في ناس احنا بنسال عليها في التيم ما بنلاقيهاش، بنلاقيها ستاند باي على طول او مجهزه انها تدي 20 دقيقه 30 دقيقه 40 دقيقه. هو بيبقى له تصور في الملعب وفي معطيات اللعيبه بتديها له، بتديله الجرأه انه يحط اللعيبه دي جوه التيم. يعني انت ممكن تلاقي جاي النهارده في التيم من اول الماتش، ممكن جايز هو حس وارد يعني صدر له حاجه تخليه يعتمد على الشكل الدفاع الهجومي اللي انا بكلمك عنه
يتخيل انه يقدر يستطيع ياخد منه مثلا 60 دقيقه 45 دقيقه 40 دقيقه وان كان صعب يعني. صحيح. باقي اللاعبين في فرصه كبيره قوي يا كابتن ايمن. النهارده بتبقى في غيابات فرصه كبيره قوي اللعيبه كلها زي محمود وحيد الحقيقه. حط رجل. زي ياسر كان خرج ودخل بعد كده وتفوق في المباراتين اللي لعبهم. النهارده يقدر يثبت نفسه ان هو في المكان ده موجود ويقدر يريح لغايه ما معلول يرجع. ايمن اشرف يستطيع ان هو يكون الباك ليفت. وكان محمود وحيد معانا مشوار الفريقين في الدوري سواء الدوري اللي عامل المصري او الدوري السوداني. فريقين ما تهزموش تقريبا. لا يعني المريخ حتى ما تهزمش. اتهزم من في الدوري. لا في الدوري نيجيريا. في الدوري السوداني. الدوري السوداني. الدوري السوداني. ما اعرفش مش متابع في الدوري السوداني. لعبوا 9 زينا كسبوا 5 ومتعادلين 4. انا شايفه في الافريقي كسب انيمبا متهيألي. انيمبا 3-0 في الاخر. 3-0 في الاخر 1-0. ادي الترتيب عندنا. 3-0 وكسب واتغلب 2-1 مظبوط. المباراه بتاعته انا دايما بتخيل بس المريخ المريخ في المشوار بتاعه لعب في الدور التمهيدي. طبعا. عكس النادي الاهلي مظبوط طبعا. لعب مع بطل الكونغو وتعادل هناك 1-1 وكسب 2-0 في وانت لعبت في الدور 32 صناديق كسبت 1 وكسبت 4 مظبوط مظبوط. ف بتستفيد من الحاجات دي كلها. انا كنت بكلمك على الفرص بتاعه اللعيبه اللي هي الاصابات بتسمح لها بالفرصه دي. عندك اكرم توفيق، عندك جونيور اجيه راجع من اصابه برده ما فيش، عندك ياسر انا بتكلم على ياسر ابراهيم وجوده في الملعب وثقته بزياده دي بلس لينا، دي ايجابيات بالنسبه لي انا. فوائدها ان في اصابات موجوده انما مش هيقدر زي محمود وحيد كده هيلعب ان شاء الله باذن الله النهارده هيثبت ان هو موجود ويلعب تاني ويثبت. هتلاقي عندك كذا بقى مكان في كل حته يعني ايمن اشرف بيعوض ساعات معلول وايمن اشرف بيخش يعوض في المركز مع بنون. فدي الحاجات اللي انت عندك نص ملعبك ما شاء الله الله اكبر. مهما كان في غيابات النهارده من وليد سليمان و طاهر محمد طاهر علي معلول حسين الشحات الايقاف ده لعيبه بتبقى موجوده في الملعب نازله الملعب حاسه ان هي الاساسي حاسه ان هي المستوى الاول حاسه ان هي ادت في البطوله اللي احنا كنا بنتكلم عليها طلعنا الثالث على العالم بكل رجوله بكل اداء من هذا من هذا الاداء وهذه الرجوله وهذا التيشيرت والروح لابد ان تستمر. ليه؟ انك انت لازم باذن الله النهارده يكون عندك 3 نقاط، 3 نقاط دي بتخليك حتى نفسيا ومعنويا مكمل في البطوله دي اللي هي دور المجموعات ده البطل. البطل ده بيخليك وانت عندك 3 نقاط انك انت بتروح تقابل اي حد غير انك عندك نقطه او غير انك بتبحث عن فوز خارجي. ما انك لازم تفوز خارجي انما وانت رايح 3 نقاط برضو بتعمل رهبه. صح. بتعمل هزه للفرقه اللي انت رايح مزبوط. وشافوك ثالث عالم وشافوك في عالميه. اللعيبه دي كلها حست بكل بمناسبه ثالث العالم والبرونزيه اللي احنا خدناها ده هيكون له دور ايجابي النهارده. ده هدف من اهداف النادي كله ايجابي 100%. انا النادي كله كلنا بنخطط للشكل المحلي والعالمي بجماهيرنا فخلاص بقينا في الوضع ده ما نقدرش نتنازل عنه. انا ما اقدرش النهارده وانا بلعب المريخ مش البطل راسي زي الطاووس كده بس بالايه بالعوامل اللي وصلتني لده. اللي انا كنت شايف بالميرس بتلهس ان الحكم يصفر مظبوط اللعيبه بتاعتها بتضغط زي الرجاله اللعيبه هي اللي عندها فرصه انها تروح تجيب جول اللعيبه هي اللي ضيعت اللعيبه هي اللي عايزه اللعيبه هي اللي في ايديها انها تثبت كل حاجه. فالنهارده وبقولها تاني الاستحواذ في الملعب بالنسبه للاعبين لازم يكون على سرعه على تحركات يواكبوا المرتبه اللي هم وصلوا لها في بطوله العالم. فباذن الله النهارده يكون التطور الهجومي بتاعك هو اللي بيترجم بسرعه بسرعه وما تدخلش فرقه زي المريخ معاك لاخر مباراه لازم تخلص بهدف واثنين باذن الله. كابتن علاء كابتن شريف اتكلم ان في حاجات احنا كلاعيبه النادي الاهلي مش اتعودنا عليها خلاص هي جوانا. احنا دلوقتي بادئين بطوله جديده برغم الغيابات برغم الغيابات انما المجموعه اللي هتنزل وتلعب الماتش عندها نفس الحافز ونفس الاصرار ونفس الدوافع بتاع المجموعه اللي غايبه عن ماتش النهارده. ما هو اللي غايب بالنجوم طبعا واللي هيلعب نجوم ما فيش مشكله عشان كده دايما النادي الاهلي بيقول لك نادي كله نجوم عشان اللحظه دي يحصل لك اي ظرف طارئ اصابه ايقاف اي حاجه يبقى انت عندك ثقه في النجم اللي هيلعب ما عندكش مشكله. يعني انت مش زي الفرق لما غيب عنها نجمه واثنين بيبقى قلقان وعايز يعمل ممكن يغير طريقته عشان يسد الثغرات دي انت ما عندكش مشكله النهارده. بس لما يكون مثلا نتكلم بصراحه لما يكون في واحد مثلا بيلعب مثلا علي معلول في ناحيه الشمال على طول هو اللي بيلعب على طول ماشي كويس بسم الله ما شاء الله وبعدين حصلت له اصابه او حصلت له وقعه ففي هيلعب محمود وحيد مكانه كويس. محمود وحيد ما بيلعبش بقى له فتره كويس بيبقى فيها في نوع من القلق ولا في ثقه في محمود وحيد هو في ثقه في محمود ومحمود عنده ثقه في نفسه هو مستني الفرصه دي
هو هقول لك امتى ايمن لو اللي قاعد ده مش مستني فرصه او مش فارق معاه انما كل اللي موجودين في قائمه النادي الاهلي عايزين فرصه. انا عايز العب، ما هو اللعيب مش موظف بيمضي ويمشي، انا عايز العب يبقى ليا وجود في الفريق طبعا. فالنهارده محمود وحيد مستني الفرصه دي مع فريق ما شاء الله كله نجوم، هو النهارده عايز يقول يا جماعه لا انا موجود، وقت ما تطلبوني تقولي موجود وهعمل كل المهام اللي بيقوم بها علي. انت مقتنع بامكانياته جدا طبعا، كويس جدا كمان. لكن هو مشكلته انه بيلعب علي معلول بيلعب مكانه، علي ما شاء الله قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، لكن اما بيلعب محمود وحيد في اي وقت ما كابتن الشريف كان بيتكلم بيأدي وبشكله كويس جدا. عشان النهارده ما عنديش مشكله في الموضوع ده خالص. عشان كده المشكله ما فيش مشكله، ما فيش خالص، انا ما عنديش مشكله. اي 11 من القائمه دي هيأدي وهيلعب كويس جدا جدا جدا، ولا تغير طريقه ولا تغير حاجه خالص. انت الافراد الموجودين هينفذوا لك الفكر اللي انت عايزه، وكلهم موجودين وكلهم على قدر كفاءه عاليه جدا جدا جدا. كويس. طب ايه اللي ما كانش بيتعمل في كاس العالم والمفروض يتعمل النهارده؟ ما انا عامه انا قفلت خالص، ما بحبش. طب ايه المفروض يتعمل النهارده؟ المفروض يتعمل النهارده ضغط هجوم الاول، دور على هدف بسرعه. الماتشات دي ايمن البدايه دي اهم حاجه في البطولات اللي هي المجموعات دي، بدايتك تبقى قويه جدا. دور على هدف سريع وهدف تاني، يبقى انت كده خلاص ضمنت المباراه. ثلاث نقاط ان شاء الله تبقى بيهم النهارده، شكلك يبقى انت هديت اساسا كمان. اللعيبه دي فرحت وبرونزيه وكل حاجه، لكن النهارده اللعيبه دي هتلاقيها نازله من اول دقيقه عايزه تحسم المباراه. لعيب بيخاف ايمن يقول لك بص ده بيهزروا، ده بيستهتروا، الفرحه ومش الفرحه، هو رافض الموضوع ده. هو النهارده بيدور على ضغطه يكون كويس قوي، مستغل قوي مباراه النهارده في ارضه، سيبك ما فيش جماهير، لكن رهبه واسم النادي الاهلي هيبقى سابقك النهارده. هو عامه بغض النظر عن البرونزيه، انت اسمك كبير جدا في افريقيا، عامل رهبه لاي فريق في افريقيا. خلاص النادي الاهلي الفريق بيقع مع النادي الاهلي في مجموعه بيحسب مليون حساب يا ايمن. هو عنده مشكله، هو جاي بيلعب في القاهره فقط ثلاث نقاط، ما بيفكرش فيها كتير. على ملعبه بيبقى خايف، لان النادي الاهلي بره ملعبه بيبقى اصعب وباخطر. عشان كده النهارده الحسابات لاي مدير فني بيقابل النادي الاهلي ما بتبقاش سهله صدقني. حتى لما في بعض المدربين الفنيين بيقولوا بعض التصريحات ده عن قلق، هو مش والله بيبقى قلقان فعلا من جواه. هيقابل النادي الاهلي النهارده في القاهره بنجوم النادي الاهلي باسم النادي الاهلي الكبير جدا في افريقيا، بتعمل له مشاكل كتيره جددا. حتى يقول لك انا مش قلقان، انا مش خايف، لان هو جوه، انا جاي اكسب. دي كلها بتديك انطباع ان هو جوه قلق، في قلق من جواه. فالنهارده بقول لك انا ما عنديش مشكله في الغيابات، ان شاء الله كلهم يرجعوا. بدايه النهارده بقى قويه جدا، الناس اللي هتبدا مكان النجوم اللي بره، هو نجم والنجم كبير جدا. واللي انا متاكد منه ان مثل موسيماني كلامه للناس دي ايمن ان انت ما تخلش نجوميه عن الراجل اللي كان بيلعب مكانك، صح؟ فاثبت ان انت ان شاء الله نجم النهارده. صحيح. كابتن اسامه، بعد المكسب الثالث العالم داخلين بقى على دوري المجموعات، ازاي مستر موسيماني يخلق دوافع جديده للعيبه وهي داخل على ماتش النهارده؟ طبيعي انه اكيد هيتكلم معاهم ان البطوله وانتهت، واحنا لما اتكلمنا انه لعيبه النادي الاهلي اساسا لوحدها متعوده انها من بطوله لبطوله بتقفل الصفحه. واكيد واحد زي كابتن محمود الخطيب اكيد وهو جاي من هناك قال لهم الكلمه دي ان احنا نقفل. اكيد سال عبد الحفيظ اللي هو مدير الكوره اكيد اتكلم مع اللعيبه ونقل لهم خبرته انه احنا لازم نبقى مركزين النهارده في اول ماتش وننسى ماتش اللي فات. فهي مهمه كل النادي مش بس مستر موسيماني، يعني حتى الناس اللي حواليه المساعدين زي سامي قمصان، ممكن يكون المساعدين اللي هم معاه من جنوب افريقيا، والكابتن محمود الخطيب بمناسبه الكلام اللي انت قلته كمان اكيد اتكلم معاهم في الموضوع ده. واكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في الموضوع ده، واكيد واحد زي سامي قمصان بما انه مصري وعايش في النادي الاهلي اتكلم في معاهم في الموضوع ده. يعني هي مش مهمه بس مستر موسيماني، اكيد مستر موسيماني هو الاساس لان هو المدير الفني، ولكن كل المعاونين اللي معاه اللي عايشين في النادي عارفين ان دي شخصيه النادي وانه لازم نطلع من مباراه لمباراه والناس ما بتشبعش، وانا اتكلمت فيها في السؤال اللي فات. لكن بالنسبه لموضوع الغيابات، انا شايف انه رغم الغيابات اللي موجوده لكن الناس اللي موجوده دي تسد. مين اللي سد بقى لو من وجهه نظرك لو مستر موسيماني بدا الماتش النهارده؟ يعني هو بص، يعني سواء كان في غيابات او ما فيش غيابات، اعتقد ان هو كان هيريح 2-3 يعني من الضغط اللي حصل، لان احنا لعبنا يوم 4 يوم 8 يوم 11 والنهارده 16، مظبوط، يعني حوالي
13 يوم او 12 يوم هيبقى رابع ماتش وماتشات من العيار الثقيل قوي وماتشات عيار ثقيل وتعتبر حمل مش اقصى فوق يعني أيوه. فوق الاقصى كمان يعني حمل عالي جدا أيوه. وضغط عصبي وذهني فطبعا كان ممكن هو اوريدي لوحده من غير الايقافات دي هيريح واحد او اثنين او ثلاثة ويخليهم في البدلاء او كان احيانا حتى في الدوري كان بيعمل كده أيوه. بيستبعد واحد لعب ماتشات كتيرة ويقعد فدلوقتي النهارده مثلا لو في تشكيل مقترح من وجهه نظرك يعني الشناوي لانه الشناوي ماشي بخط بخطه ثابته ومش طبيعي انك انت تلعب في حراسه المرمى طبيعي لا مش عشان حاجه يمكن بعد كده لما كسبنا ماتش ولا اتنين وبانت ان الاهلي وصل ممكن هياخد علي لطفي او مصطفى شوبير هو المكان نفسه تغيراته ليله يا استاذ يعني هو الحارس يعني التغيير فيه قليل جدا مظبوط فنفس الشيء خط الدفاع انت عندك لما غاب علي معلول لعب ايمن اشرف باك ليفت ولعب ياسر جوه ايمن اشرف مش موجود النهارده الطبيعي انه هيلعب وحيد يعني لانه لازم ياخد الفرصه عشان هو كمان عايز يثبت نفسه في القلب هتلاقي عادي ياسر وبدر بنون واليمين هاني لانه الثلاثه ادوا بشكل كويس في اخر مباراه وممكن يبقى يكفي ان هو يغير الظهير الايسر لان ايمن مش موجود وعلي معلول مش موجود في نص الملعب هو عنده اختيارات يا اما هيلعب بتلاتة وبعد كده تلاتة قدام زي ما عمل في مباراه بالميراس ما قلتش حاجه يعني لما قلت لا ممكن انا بقول ممكن لا 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 انا لسه بقول ممكن انا لسه انا بصيت لك اول ما قلت لا خالص لا لا بالعكس يا بالعكس يا ايمن انا على فكره حلو ان كل واحد يقول التخيل وتشكيله ايوه طبعا جميل على فكره هو ما اصبرش عليا انا بقول ممكن لا انا بقول لك ايمن اسمح لي ايمن اصبر على لا انا بقول لك عشان النقص عشان النقص وهو لعب في ماتش بالميراس كده ممكن يلعب بثلاثه في وسط الملعب سواء عمرو والسوليه واكرم او ديانج والسوليه ممكن رايح واحد تاني بس الخصم مختلف النهارده هقول لك بس وهيلعب مثلا قدام بواليا عادي ممكن بقى يلعب كهربا وقفشه ممكن يلعب اجايه وقفشه يعني زي ما لعب الماتش بتاع بلاروس وممكن ايضا عندنا انه يقدر يلعب الطريقه الطبيعيه بتاعته الطريقه الطبيعيه بتاعته اللي هو اتنين ارتكاز ثلاثه وثلاثه قفشه تحت راس الحربه وجناحين مثلا اجايه او كهربا ممكن محمد شريف يعني هو عنده اختيارات هو عنده اختيارات ان يلعب 4 2 3 1 وعنده اختيارات لو هو الان من النقص شويه في الاجنحه انه يمكن يستخدمهم مع الوقت مثلا اجاي لسه راجع هو ما كانش بيبدا بشريف كهربا مثلا ما لعبش الماتش الاخير فكل هنا انت هو مش عايز يقول لا مش فاهم لا مش عايز اقول انت مش عايز ان انا بحال لا لا انا مش عايز اقول انا عايز اقول اقول لك بس يا كابتن شريف هو مش الكابتن اسامه عايز يوصل ان عنده كل الحلول ايوه انا قال كده برغم يا كابتن شريف ان كله عنده النقص سبعه دماغه اللعيبه ما هو خلاص الملعب كلها متاحه تحت انا قلت لك خط الظهر عايز اقول دماغك انت انا عايز ريانج مثلا انا شريف مصمم على اثنين قدام مثلا عايز العب 4-4-2 انت كابتن شريف على فكره مع تدوير حاله ده ما قال من مباراه المريخ مع تدوير اللعيبه ما كان مسمى ليها بص انا يقدروا يدوروا بص يا كابتن شريف كابتن شريف هو سالني هو اسامه هو سالني هو اسامه انا كان مش كابتن شريف اللي بيقول كل واحد لا انا عايز اوصل لاسامه انا حر ان انا رايك يعني ايوه شايف الملعب هو شايف هو شايف كده كاسامه انا عارف لا انا عايز اقول طب لايمن ماشي انا عايز اقول لك سيب الراجل يقول بقى انا عايز اقول لك زي ما اسامه قال ان هو عنده الاختيار ده موجود ودي حاجه حلوه اسامه لانه لعب بالميراس كده وعنده الاختيار اللي هو الطبيعي بتاعه 4-2-3 رغم الغيابات بطاير والشحات انه يلعب 4-2-3-1 صح انا شايف انه النهارده انت يمكن استعجلت وقلت على انا شايف انه يلعب 4-2-3-1 عادي كويس. خاصة ان احنا بنلعب اول ماتش وفي ملعبنا انا معاك يا اسامه يلعب بواليا وعنده كهربا او اجايه وشريف وقفشه الثلاثه تحت ومعاهم ممكن ديانج بقاله كتير ما بيلعبش ممكن ديانج وحمدي اقول لك انا بقى ديانج والسوليه اقول لك انا بقى قول بقى ممكن الثانيه بتاعت الكابتن اسامه الثانيه ثانيه طب انا عايز اقول لك حاجه اقول لك انا التشكيل بقى لا ما هقول لك بقى انا اقول لك التشكيل بالنسبه خلي بالك كمان الفرقه الثانيه بتلعب بطريقتين يعني اسامه قال لك ممكن نلعب كده وممكن نلعب كده الفرقه الثانيه مثلا ماتش نيمبا الاخير لعبه 4-2-3-1 طب اقول لك انا تشكيل موسيماني اللي قبله طيب لعب 4-4-2 طب اقول لك انا اللي بعده بقى قول لي تشكيل موسيماني اقول لك تشكيل موسيماني قول ممكن الثانيه بتاعت الكابتن اسامه عرابي الشناوي في حراسه المرمى مش الممكن محمد هاني بدر ياسر ومحمود وحيد ايوه
حمدي فتحي وعمرو السليه وقدامهم قفشه جونيور اجايه ومحمود كهربا وولتر بولي. ها بس ده الطريقه واسلوب النادي الاهلي. قول تاني، اقول لك التشكيل تاني. نبتدي تاني. محمد الشناوي، محمود وحيد على الشمال، ماشي، بدر بنون، ماشي، ياسر ابراهيم، ماشي، محمد هاني، ايوه، حمدي فتحي، اه، عمرو السليه، ايوه، قفشه قدامهم، ايوه، جونيور اجايه ومحمود كهربا وولتر بولي. التشكيل الطبيعي المعتاد للنادي الاهلي اربعه، أو طريقة 4-2-3-1 الأسلوب والطريقة بتاعت النادي الأهلي. ما هو ده الصح. اللي النقطة اللي الكابتن علاء قالها إنك أنت عايز تنزل على ملعبك، عايز تضغط من أول مباراة، عايز أول 15 دقيقة دول توصل للمريخ أنت بتلعب على ملعبي، لازم أكسب. كويس. فهي دي كويس. التشكيلة بتدل يعني على كده. حلو قوي. يعني أنت اتكلمت من وجهة نظرك بتقول لا مش وجهة نظري، ده أنا بكلمك إيه؟ من دماغ موسيماني دلوقتي التشكيل بتاع النادي الاهلي. طيب نزل لا. خلاص رسمي نزل رسمي آه. الكلام يعني ديانج مش هيلعب النهارده؟ لا ديانج على مقاعد البدلاء اكيد يعني في حاجه بين يعني حمدي فتحي في الملعب، حمدي وعمرو السلي. طيب احنا ممكن نقول التشكيل بعد اذنكم زي ما قال يعني على عهدة الراوي. لا على عهدة الراوي زي ما قال يعني عندي هنا الشناوي الحراس المرمى وهاني محمد هاني ناحية اليمين، محمود وحيد ناحية الشمال، في القلب ياسر إبراهيم وبدر بنون. أنا بقى مديني أس أو اللي جالي ديانج والسولاي في نص الملعب، وانا اتمناها كده. إيه انا كنت لسه هقول لك انا عايز كده. انا كنت هعدل. انت عايز ديانج. مش نزلت عشانها انا بقى كنت عايز برضو اصمم ان ديانج هو اللي هيلعب. انا اللي جالي ديانج وسولاي. ماشي اوكي. انا بتكلم عشان الرسم. الراحه الرسمي ماشي الرسم. صح اوكي ده الرسمي على فكره انا مع اسامه. انت مع اسامه في ايه؟ خليك الجبهه دي صح اللي هو قاله ولا في التشكيل اللي قاله؟ في التشكيل اللي قاله ايمن. انا طب انا التشكيل اللي جالي هو الرسمي بيقول مع تمنيات ديانج لانه زي ما قلت لك لازم في جهد اتبذل كبير قوي من حمدي والسوليه واكرم. هو برضو كان ماشي بصوره كويسه وخد اجزاء هينزل يقدر يبقى يدي طاقه تانية في نص الملعب. كويس. يبقى لا هنبتدي بديانج والسوليه في نص الملعب، ده التشكيل الرسمي. وبعدين عندنا قفشة هيلعب قدام الخط دوت، وكهربا ناحية الشمال، و بواليا جونيور اجايه. استنى بس جونيور شمال وكهربا يمين. عندنا كهربا يمين وجونيور شمال وبواليا راس حرب. هو بص ايمن التشكيل ده يعني اذا كنت انت واسامه يعني اختلاف في ديانج في ورده واحده يعني بس لكن تقريبا كلنا كنا مقتنعين او عندنا ثقه ان لا الطريقه ما كانتش هتغير. جونيور هو الجونيور. انا سالت اسامه على ديانج قبل جونيور اجي كان هيبدا يعني اعتقد النهارده جونيور اجي بدايته كانت حاجه متوقعه لان هو اداله الماتش اللي فات واطمن عليه وما شاء الله جونيور اجي لعيب كره حريفه قوي حتى لو هو مش سليم وتعبان لكن بيأدي كره حلوه قوي. هو الاختلاف كلنا بس على ديانج وديانج او سولاي او حمدي هم كلهم ثلاثه اقوياء جدا 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 لكن هي وجهات نظر مختلفه. لكن كابتن شريف شايف او اسامه كمان ان ديانج على اساس الاجهاد اللي فيه حمدي وعمرو السولاي ودي طبعا وجهه نظر تحترم جدا واحد يشيل لكن هو مستر موسيماني يمكن شايف عايز يبدا بالناس اللي بدا بيهم اول مباراه هناك وعايز حمدي وعايز السولاي وهيبقى ديانج معاه برده زي ما هو موجود على طول معاه دكه البدلاء. يعني كل الاقتراحات الافكار كلها متشابهه ايمن كلها اختلاف بس في فرد لكن الطريقه واحده الطريقه هي الطريقه العاديه او الطريقه الرسميه بتاع مستر موسيماني 4-2-3-1 ضغط راس حربه بواليا وراه على طول محمد مجدي وزي ما بقول لك هتلاقي النهارده من اول دقيقه في ضغط كويس قوي معمول ان شاء الله. كويس ان شاء الله. كابتن شريف احنا قلنا بقى التشكيل اهو نزل على الشاشه معانا زي ما قلنا الشناوي حارس المرمى محمد هاني اليمين بدر بنون ياسر ابراهيم محمود وحيد و الاثنين اللي قدامهم خط الوسط الدفاعي ديانج وعمرو السليه وقدامهم في النص محمد مجدي قفشه خط الوسط الهجومي طبعا وعلى الاطراف كهربا واجايه وقدام بواليا. ده التشكيل الرسمي دلوقتي يا كابتن شريف. كويس. ده التشكيل الامثل انه يبتدي بيه النهارده مستر موسيماني ولا كان ممكن يبدا بشريف على حساب اجايه؟ هو كابتن علاء كانت ليه وجهه نظر وهرجع له فيها. بص هقول لك على حاجه يبدا بقى جاي له بقاله فتره ولا يبدا محمد شريف؟
على حسب مستر متسوماني ما هو شايف حاله محمد شريف. انت هتعمل زي ما اسامه عمل المرات اللي فاتت، هو ايده في النار هناك كويس. كان ايدي في الميه كويس. انا عايز محمد شريف يلعب 90 دقيقه مثلا يعني عايز اجيب ما شاء الله شويه الثقه اللي اداهم لي كويس. ما اضغطش عليه برده من اول مباراه ما احطوش في موضع مسؤوليه كويس. انا نفسي مثلا النهارده عايز احمد رمضان بيكم يلعب باك رايت ليه لان انا محمد هاني شايفه عمل مجهود زي حمدي فتحي، عمل مجهود زي حمدي فتحي الحقيقه جبار، وكان في شك في الاصابات وشك في الحاجات دي كويس. فانا شايف ان رمضان بيكهام كان ممكن النهارده يبقى باك رايت برده، ويوسف اللي انا بقوله ده ايه، ان زي ما علاء قال كلهم نجوم الحقيقه كلهم يقدروا يادوا، كلهم عندهم روح المسؤوليه النهارده، وعندك كويس. على الدكه بره من الحاجات اللي هي بتدي لك بعد كده الراحه دي. انا حاسس ان النهارده هيبقى في شكل حل تعب، لدرجه ان انا تخيلت ايه، ان انا هيلعب زي ما اسامه قال ثلاثة في النص حمدي فتحي. لا اسامه قال الاحتمال. لا احتمال انا همسك الاحتمال ده، انا عاجبني ديانج. ايوه هو اسامه حمدي فتحي وسولية. ديانج وحمدي فتحي وسولية معناه ايه؟ كويس. انا بريح تيمي، يعني تيمي لو حل عليه الارهاق اللي احنا بنطلع بيه من البطولات ده هبقى رجليا معضمه في الملعب. انا لعيب يقدر يعوض لي هنا والاطراف وكل حاجه. انت هتستغنى عن رقم 10 يا عم علاء، حط رقم 10 بتاعك، انت هتستغنى بس عن ايه، طرف من الاطراف اللي انت بتلعب مقامر بيه دايما ان هو يكمل لك في العد. انما المقامر اللي مش مقامر انا بيه ان عندي ديانج ده اتاكينج، عندي سوليه ده اتاكينج، عندي حمدي فتحي يقدر يغطي على الاثنين دول، انا عندي اثنين تانيين يقدروا يعملوا لي ده شكل. انا علاء التفكير انا في حاله انا عارفها لما باجي من بطولات ببقى عندي حاله تعب، وعندي ناس برده مش انما في لعيبه ايه صغيرين سن سوبر رانر في الملعب بيجروا زي ما هم عايزين، في لعيبه كمان عندها شك من الارهاق في العضلات. أيوة. انا مش عايز اخسر واحد زي محمد هاني وانا شاكك وانا بتفرج عليه في كل مره، انا بتابع الاسبرنتات بتاعه كل لعيب، بتابع التحركات. يعني محمود وحيد النهارده صعب قوي تقول لي ايه محمود وحيد النهارده يثبت نفسه، يعني يثبت نفسه يثبتش نفسه لا. محمود وحيد ده لعيب كويس قوي وبيلعب، بس اوعى تقارنه بينه وبين فلان، اوعى تقارني انا بيني وبين علي معلول، اوعى تقارن ايمن شوقي بشريف عبد المنعم. أيوة. ما ينفعش. أيوة. ده عنده مهام وده عنده اسلوب. لا طبعا انت وعنده اسلوب. انت ما حدش يقارن. انت ما عندك يا كابتن شريف بتهزر ولا ايه؟ ما انا كنت بخرج ينزل هو يجيب الجول كان بيسيح لي. ايوه بس عايز اقول لك حاجه، انت كنت بتهدي الناس وانا انزل لمرحله معينه لولا العين جابتني. اللي انا عايز اقوله ايه، ان انا صعب عشان اقول لك محمود وحيد هيلعب النهارده مش محمود وحيد بيروح وبيهاجم، انما الثاني العبقري اللي بيروح وبيهاجم واحنا دايما قاعدين نقول عليه المنطقه بتاعته دي ملك بتاعته ليه، ربنا مديله الملكه انه بيروح قاطم وباصص وعنده الهسه اللي بيروح لعبها الواحد جاي زي سوليه من جاي من ورا حاطط الكره في بطن رجله زي الطلقه جوه الجون، او بينقي اجايه او بينقي اللي بيساعدوه من التحركات من الناحيه الثانيه. دي موهبه. وبرده مع محمود وحيد عنده من السرعات وعنده من الموهبه وبيتعلم كل يوم وهو قاعد الهسه، بيتعلم ان هو يبقى بيصبر على كورته شويه. كل ده مش هينفع الا لما اللعيبه كلها تبقى عندها تحركات. فانت النهارده لعبتها 4 2 3 1، لعبتها 4 3 2 1، لعبتها باي شكل زي ما علاء قالوا والكباتن كلكم قلتوا، الحقيقه لعيبتي تقدر تدور اي ملعب بالحريه وبالبدني بتاعها من غير ما نخسر اي حد فيهم. عندك بواليا ده صحه ما شاء الله الله اكبر، يقدر يهت اي حد، يقدر يعوض معاك النهارده اجايه يريح اجايه. اجايه بقى بالعبقريه بتاعته وبالاسلوب بتاعه وبالوان تو وبالتحركات وما اعرفش ايه من الناحيه الثانيه برده بتساعد بقى كهربا. عندك الشكل ده مع العبقري اللي اسمه قفشه اللي هم فايقين ولا مفيش تعب عليهم ولا اي حاجه، انت النهارده بتقدم حاجه لطيفه جدا، وجبة. انا نفسي اتفرج عليها ان شاء الله في اول تايم باذن الله ربنا ان شاء الله. زي ما قال الكابتن شريف، اي حد يمثل النادي الاهلي كلنا ثقه فيه ان شاء الله رب العالمين. محمود وحيد يلعب مكان علي معلول كلنا وراه ان شاء الله، يقدم اداء جيد بدايه اجايه من اول المباراه باذن الله، يقدم اداء جيد وباذن الله نشوف شكل حلو يليق بثالث العالم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا.
نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، كنا بنتكلم على تشكيل الاهلي وطريقه لعب الاهلي، وانت قلت يعني ما غيرش الطريقه، وانت دايما بتحب 4 2 3 1 وخصوصا في وجود قفشه في الملعب. طيب نادي المريخ السوداني بقى، وانت عندك خبرات كتير في التعامل مع لعيبه السودان وكمان المباريات اللي انت خضتها كلاعب. النهارده فريق المريخ، هل زي ما قال فعلا المدير الفني بتاعه جاي يكسب وهيلعبنا بطريقه هجوميه، ولا جاي عايز ياخد نقطه خصوصا دي البدايه وبيلعب بطل افريقيا وثالث العالم وهيلعب باسلوب دفاعي وحذر من بدايه المباراه؟ هو بص يا ايمن، هو اللي زي بقول لك التصريح اللي قال ان هو جاي يكسب ويلعب بطريقه هجوميه لا مش هيحصل، ويا رب اتمنى يكون هيلعب كده، ان لو لعب كده بطريقه هجوميه مع النادي الاهلي النهارده العقاب هيبقى سريع وقوي جدا. بص يا ايمن، لعبت النادي الاهلي او لعبت النادي الاهلي دايما بيحبوا الفرقه بتلعب كره هجوميه، ما بيحبش اللي بيدافع 90 دقيقه. الحمد لله بيكسبوا كل حاجه، لكن انا بالنسبه لنا حتى احنا كنا بنلعب محبه اولين، الفرقه اللي عايزه تهاجمك اللي عايز تكسبك بتلعب معاها احلى كوره، لان ال- 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 الهدف واحد، انها بيحاول يدافع كده بتكسب في الاخر، بس ايه مش بسهوله. دايما النادي الاهلي او طريقه لعب النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي دايما بيدوروا على حاجه مهمه جدا، المساحات، ازاي اتحرك في مساحات. المدير الفني دايما بيشتغل على اطراف، ودايما توجد مساحات ازاي واختراقات من القلب، واللي كان بيقول عليه كابتن شريف، وشكلك الهجومي. شكل الهجومي بيجي لما بتلاقي مساحات، المساحات دي بتيجي لما تلاقي فريق عايز يكسبك كويس، لما بتلاقي مساحات كويسه. حلو. النهارده بقى في وجود منافس زي فريق المريخ، هو عنده يعني حته الاداء الخططي يعني ضعيفه شويه. هو عنده مثلا في الماتشات الخارجيه لما بيلعب مع فرق بره ملعبه بيعتمد على انه يقفل نص ملعبه، بيعتمد على الكرات الطوليه، وفي لعيب في نص الملعب عنده مهاره شويه اسمه الجازولي، ده بيلعب برده الكور الطويله لسيف تيري اللي هو راس الحربه، وساعات بيكمل معاه. ازاي مستر موسيماني يستغل بقى النقط الضعف اللي في المريخ السوداني النهارده؟ هو لو لعب كده ايمن وغالبا هيبقى 4 4 2، دايما بيلعب كده وبيلعب بيقفل نص الملعب، هو بيقفل نص الملعب كويس قوي. كويس. الكره الافريقيه عامه مش في السودان بس دايما فيها عيب خططي، او دايما الوقفه خصوصا الحته الدفاعيه بتلاقي مساحات، دايما بتلاقي سرحان، الحاجات دي بتلعب عليها كويس قوي في افريقيا اللي هي السمرة بس. لكن هم عندهم مشكله برضو، خلي بالك في الدفاع. انا ما اعرفش، بكلمك بس كده يعني. لكن اللي انا متاكد منه النهارده، استحاله هيلاعبك النهارده مباراه مفتوحه، مش ممكن. النهارده هو عارف فرقه النادي الاهلي، عارف اسم النادي الاهلي، بغض النظر اتفرج ولا لا، واكيد طبعا اتفرج على اخر مباراه للنادي الاهلي، عارف الاسامي اللعيبه واحد واحد، وعارف مدى خطوره كل لعيب. كويس. لكن النهارده هو استحاله هيسيب لك مساحات، مش ممكن. بالعكس، النهارده هيحاول يقفل كويس قوي في نص الملعب، هيحاول يلعب على الكره الطويله بتتكلم عليها، هجمه مرتده ده اكيد. انا ما قريتش حاجه والله. مظبوط. كويس. هو هيلعب على دي. هو بص ايمن، النهارده هو هدفه او مبدأه عايز يطول المباراه لاقصى وقت عنده. هو كل ما المباراه بتعدي هو لعيبته بتهدى، هو بيهدى. لكن عشان كده بقول لك النادي الاهلي النهارده لازم من اول دقيقه ضغط هجومي بسرعه، دور على الهدف الاول. مجرد جبت الهدف الاول ايمن، الموضوع بالنسبه لك انت بقت خلاص، انت اهدى، انت احسن، الهدف انت هدف، مش عايز اهداف كتير. انت بتتمنى ولا ده اللي هيحصل؟ ده اللي هيحصل، مش بتمنى، ده اللي هيحصل. ده اللي هيحصل النهارده. اللي متاكد منه هيحصل النهارده تقفيل دفاع كويس قوي فريق المريخ. واللي متاكد منه النهارده مستر موسيماني اكيد اتكلم على حته الضغط الهجومي بسرعه، لان هو عايز، مش عايز الماتش يطلع مثلا الشوط الاول 0-0. انت بتدي له امل وبتدي له وقت كمان، ان طب ما انا ممكن ادافع كويس الشوط الثاني وممكن اطلع بنتيجه كويسه. عشان كده النهارده بقول لك النادي الاهلي بيدور على هدف، وهدف بسرعه جدا في بدايه المباراه ان شاء الله. طيب قبل ما نروح للكابتن اسامه، عندنا تقرير نروح نتفرج عليه مع بعض، اللي هو تفوق النادي الاهلي على الانديه السودانيه. محمود خطير وتلعب ثاني طاهر ابو زيد شهدت مواجهات الأهلي مع الأندية السودانية تفوقاً للمارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة، حيث يتسلح المارد الأحمر برصيد 7 انتصارات من أصل 14 مواجهة، والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في 3 أخريات. وأمطر الفريق الأهلوي شباك الأندية السودانية 18 مرة، واهتزت شباكه في 11 مناسبة. وكانت أولى مباريات الأهلي أمام الأندية السودانية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983. وفاز الأهلي ذهابا بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد،
وقص محمود الخطيب في ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلي أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد. وفي المواجهات الأخيرة بين الأهلي وأندية السودان صعد المارد الأحمر لدور الثمانية بدور أبطال إفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التي جمعتهما باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. تقدم محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهي النسخة التي توج فيها المارد الأحمر باللقب الإفريقي 9 بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف بقذيفة أفشة بالقاضية ممكن. الأندية السودانية استمرت في أولى 7 مباريات من أصل 13 مباراة جمعتها بالأهلي عاجزة عن تحقيق أي انتصار سواء داخل أو خارج ملعبها، بداية من لقاء عام 1983 إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور 16 لدور أبطال إفريقيا 2002 بنتيجة 3-1. ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها، وكان أكبر انتصار للأهلي على حساب المريخ في إياب دور 16 لإفريقيا لأبطال الكؤوس، وانتصر يومها على المريخ بنتيجة 5-1، وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين. من الاثنين وبيعك الكرة عالية بالعرض عبد الجليل. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن أسامة، جالنا تشكيل المريخ. حراس المرمى، معلش أنا هقراها كده، منجد النيل، ناحية اليمين عبد الرحمن كرانفو ولا كرانكو، ناحية الشمال أحمد آدم، اثنين اللي في القلب أمير كمال وصلاح نمر أو نمر، ثلاثة قدامهم حاطين هنا 4-3-3، ثلاثة اللي في نص الملعب سعيد شونيه، ضياء الدين محجوب، تاج يعقوب، وثلاثة اللي قدام بكري المدينة، أرنولد بانجا وسيف تيري أو سيف الدين تيري، هو مسمينه تيري على اسم تيري أورني اللي هو لاعب منتخب فرنسا. كابتن أسامة، على الورق 4-3-3، ولكن أعتقد أنهم مش هيلعبوا الطريقة دي. لا، هي أصل هي 4-3-3 بتتحول في الطريقة الدفاعية ل 4-5-1. كويس. يعني أنت أكيد الاثنين اللي هم هيبقوا الأجنحة بيضموا الوسط الملعب. كويس. وبيبقوا 5. أي. فهي في المواقف الدفاعية، وأنا أعتقد أنه ممكن في البداية بالذات هيلعبوا بتحفظ في نص ملعبهم، فهيبقى فممكن تبقى شكلها 4-5-1، ويبتدوا لما يقطعوا الكرة يبتدوا يلعبوا في المساحات بقى اللي مثلا هيتقدم فيها محمود وحيد، اللي هيتقدم فيها محمد هاني ورا الباكين، او كرات في العمق على طول لسيف الدين تيري. احنا على فكره بمناسبه برضو احنا قلنا غيابات النادي الاهلي، ما قلناش غيابات المريخ. غيابات المريخ كتير برضو، عندهم محمد حمد التش، بخيت خميس، محمد الرشيد، رمضان عجب، عماد الصيني، كوردمان، تايفور، طبانجا، وفي لعيب نيجيري جديد اسمه اديلي لاملكان، ده برضو غايب عنهم، فهم برضو عندهم غيابات. اكيد طبعا هم ماشيين بشكل كويس في الدوري، والماتشين اللي كسبوا انيمبا فرقه فضيله 3-0 في السودان، 3-0 في السودان. خلي بالك نصر الدين نابي دوت اللي هو كان مدرب الاسماعيلي قبل كده، مظبوط، راح لهم قريب. طبعا كان واخد بطوله افريقيا تبع الكونفدراليه قبل كده، وكان ماسك نادي الاسماعيلي. هتلاقيه بيلعب بشكل متحفظ زي ما كابتن علاء قال، لانه التوانسه عامه برضو كرتهم تشبه الكره المصريه والجزائريه والمغربيه، تملي لما يلعبوا بره ملعبهم بتلاقي في تقفيل في التلت الاخير، مش لو معاهم مدرب مثلا من السودان او مدرب من غانا او من الدول دي ممكن بيلعبوا مفتوح قوي. بس انا اعتقد نصر الدين نبي هتلاقيه زي ما انت قلت بيلعب 4-5-1، وبعدين هيتحول في الدفاع في الهجمات المرتدة. هيعتمد بقى على الأجنحة زي ما قلت لك، المناطق اللي بتبقى مفتوحة شوية، لما مثلا وحيد يطلع بيهاجم يتلعب في مكانه، لما هاني يطلع يهاجم، أو في العمق على طول. لكن في البداية أعتقد أنه هيلعب
متحفظ الى حد كبير عشان يعدي الوقت شويه وبعد كده يلعب على ضربات ثابته، يلعب على هجمات مرتده. انا اتصور كده يعني هيلعب 4-5-1 باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، توقعاتك لسيناريو الشوط الاول، وهل هنشوف انطلاقات هجوميه من ناحيه الظاهرين محمد هاني ووحيد، ولا مش هنشوفها بالطريقه اللي احنا كنا معتادين عليها، وخصوصا ناحيه وحيد اللي هي كانت علي معلول قبل كده؟ انا ما اعتقد البدايه مهمه جدا النهارده، وهي دي اللي يعني تديك الافضليه في المباراه كويس. انك تبتدي بشكل كويس، شكل كويس. يبقى في ضغط شكل. طبعا نصر الدين نابي قبل المباراه كان ليه تصريحات، يعني هو من الواضح ان هو مدرب بيجيد التصريحات بشكل كويس. لما اتكلم عن النادي الاهلي وقال النادي الاهلي بالرغم انه خد البرونزيه في كاس العالم، لكن الاداء مش ده اداء النادي الاهلي ولا دي كره النادي الاهلي. هو كلامه بيحط ضغط على الفريق وعلى موسيماني. ايوه، فهو زي ما بقول من الواضح ان هو بيجيد التصريحات. النهارده هو بينقل الضغط بتاع فرقته من جوه الملعب لبره الملعب علشان يحطه على النادي الاهلي كويس. فالنهارده مطلوب بقى بدايه النادي الاهلي تكون بدايه قويه. يعني 100% لما بتلعب في بطوله كبيره بيكون تركيزك فيها 100%، بتوصل لقمه التركيز. طبيعي لازم اول مباراه بعد البطوله الكبيره بعد البرونزيه ممكن تلاقي العمليه مش بنفس التركيز، مش بنفس الشده. كلنا شفنا بايرن ميونخ امبارح بيتعادل في الدوري 3-3، كان مغلوب 2 فريق يعني ممكن يكسبه كان ما خسران الشوط الاول 2-0 صحيح. فالنهارده ده طبيعي في الكوره. النهارده لعيبه النادي الاهلي لازم تتجاوز الشكل ده بضغط عالي من بدايه المباراه، خطوط متقاربه. النهارده الفرص اللي هتتاح مهم فيها تركيز 100% كويس. تركيز 100% النهارده، انك انت هدف بتجيبه في بدايه المباراه بيفتح لك. النهارده السيناريو اللي بيعمله نصر الدين نبي ان هو طول ما هي المباراه 0-0، طول ما هو حظوظه كويسه بيقفل بشكل كبير لعيبه المريخ، المعنويات بترتفع. النهارده عشان تخلص انت الكلام ده كله لازم فرصه تخلص بيها المباراه. عايز اتكلم عن دور اجاي ودور كهربا النهارده ليهم. النهارده دور مهم جدا. اجاي جاي بعد فتره طويله من غياب، بالرغم ان هو غايب بقاله 3 شهور، لكن لعيب الكوره اللي زي اجاي، اللعيب اللي عنده كوره اللي بيعتمد على المهاره بتاعته ده، بتلاقي دايما موجود في الملعب حتى لو غاب، اللمسه موجوده. شفنا اجاي في مباراه بالميراس وهو بيلعب حوالي 20 دقيقه كويس. شكل النادي الاهلي اختلف. طب بدا مزبوط. واحد عندك قدام يعرف يوقف على الكوره، واحد صح. يمسك الكوره محطه، حتى كمان في تسديده ركله الجزاء. يعني واحد غاب بقاله 3 شهور تحت ضغط عصبي كبير بيسدد بكل المهاره وكل الهدوء. بيقول لك ان هو دي اول مره يشوط ضربه جزاء. يعني ده ما شاء الله مهاره عاليه. ما كانش يشوط. لا ما كانش بيشوط. اسمه ما كانش موجود. ايوه صح. بس النهارده يعني الشخصيه بتاعت النادي الاهلي بمناسبه الاسم اللي هو ما كانش موجود، يعني اجاي ما كانش اسمه موجود. هل في لعيبه بعد في النهايه في ضربات الجزاء كانت مرشحه انها تشوط وبعدت؟ لا، خلي بالك موسيماني كان دايما في التدريبات هناك في فقره ثابته في التدريب كل يوم على ركلات الجزاء. هو عارف ان ممكن مباراه، ممكن مركز، ممكن مباراه تخلص في ركله الجزاء. بقول لك ايه هو في الاخر خالص كان مستر موسيماني بيتكلم علشان علي معلول ينزل يشوط بينالتي. طبعا يعني اجاي ما كانش اصلا مترشح متهيألي. لا لا خلي بالك، لا كان بيشوط برضه في التدريبات. ما كله بيشوط في التدريبات. بس هي بتتنقل بقى المباراة. بس ما شاء الله شاطها، شاطها كويس ما شاء الله، وتركيزه حطها في حته احسن واحده. حلو قوي. في الجون في زاويه وهي في زاويه. بتاعت بدر بالون كمان كانت حلوه. طبعا. لا بدر بالون يعني معلم في حته ركلات الجزاء طبعا. فالنهارده الخط الامامي مع قفشه عليهم دور كبير جدا النهارده. دور كبير جدا النهارده في انهاء المباراه. بدري كهربا ادى مباراه بايرن ميونخ بشكل ممتاز، بالرغم انه كان بيلعب راس حربه لكن ادى صح. بشكل ممتاز. اللي انا نفسي بقى تفتح معاه خلال الفتره الجايه بوليا. فعلا صحيح. احرز هدف في بيراميدز، يعني الحكم الغاه وكان هدف صحيح مظبوط. وكمان الهدف بتاع الدحيل لو يعني ماس رجليه هو لو صغيره سنه 42 لو 41 أيوة صح. كانت حسبت هدف. ايوه صح. فالنهارده نفسي بوليا يخش يجيب هدف عشان يبدا يخش في اجواء النادي الاهلي اكتر، ان هو خامه يعني مبشره، بيعمل مجهود كبير، لكن دايما مع المجهود مع هدف بيديك التوفيق. طبعا قفش عليه دور كبير النهارده صحيح. ان هو اللي دايما بيربط لك كل الخطوط مع بعض. صحيح. كابتن شريف، كابتن اسامه اتكلم على النواحي الهجوميه. احنا شفنا في بطوله كاس العالم كان الحته الهجوميه عندنا برضو فيها قله شويه في الكثافه العدديه قدام. ازاي هنتغلب عليها النهارده
في ضوء التشكيل اللي هو الثلاثة اللي قدام ومعاهم والتر بواليا، محمود كهربا وجونيور أجاي ومجدي أفشة والتر بواليا، المساعدة هتيجي منين من تحت؟ المساعدة الهجومية، أليو ديانج، محمد هاني، محمود وحيد، ولا عمرو السولية، محمد هاني، محمود وحيد؟ يعني الكثافة العددية في النواحي الهجومية تيجي من مين النهاردة؟ الكثافة العددية هتيجي اللي احنا ما شفناهاش الفترة اللي فاتت. لا هتيجي من اسلوب الضغط اللي قالك عليه ان النهارده انت اول ما بتدي سيطرتك وبتدي شكلك الهجومي وبتضغط بتفقد المنافس، فهتلاقي التحركات اوريدي بالعاده او بالهابت او بطبيعه محمود كهربا على طول بيتحرك في المنطقه دي وعايز يخش ويعمل زيارات كتير قوي جوه ال 18 يساند بيها بواليا. نفس الشكل بتاع جونيور هو اساسياته انه بيفتح مساحات للباك ليفت اللي جاي متقدم من قدام ويعمل معاه علاقه ويعمل معاه ثنائي يقدر يعمل حاله هجوميه كبيره جدا ويقدر يعمل عرضيات، هو بتلاقيه اوريدي كمان بيعمل مع وولتر بواليا عينه عليه على طول وممكن ينجم وولتر بواليا من تحركاته كويس. حته طبعاً التجانس، طب حته التجانس بين اجاي ومحمود وحيد ناحيه الشمال ما دي لازم يديله مساحات فيها ولازم يديله صبر. لا قصدي ما بيلعبوش مع بعض كتير، لا لعبوا زمان يعني عشان يعني محمود وحيد بيشترك في اوقات اللي هي مش موجود فيها النجم بتاعنا علي معلول، انما اداء كل لعيب في دول الشكل الهجومي بتاعه واخد رجله على دخول ال 18 ومحمد شريف معاهم كمان لو كان ابتدى المباراه مثلا. هو كل الناس دي عندها طبيعه لعبهم ان هي تخش جوه ال 18 عندهم غريزه احراز اهداف. فدي العلاقه الوحيده اللي انت دايما تخليني حاسس ان انا في اي وقت هجيب جول. أي. ان انا في اي وقت بترجم التطور الهجومي اللي انا بقول لك عليه، وان كنت انا دائما بحب يبقى فيه اثنين راس حربه عشان بواليا ده يقدر يحصل له مساحات ويجيب فيها جول غير مراقب. ما ينفعش يبقى اثنين ثلاثه حاطين عينيهم عليه يعدي من واحد والتاني، لازم يبقى فيه تحركات جايه من الخلف جامده قوي يا ايمن تخليك انت حتى يا تتصرف يا تجيب جول يا تشوط يا بتترد لك ثاني يا انت بتبقى موجود جوه ال 18. طبيعه عمرو السوليه معاهم حتى طبيعه الاربعه القداميين دول هم بيحبوا يكونوا موجودين جوه ال 18 بالاحتياطي حتى الموجود تحت ده كان مروان او محمد شريف. فانت ما عندكش مشكله خالص النهارده غير انك انت تبقى بتلعب في مثلث هرمي دايما كده والكره ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، الناس بتقرب منك وفي الكره العكسيه اللي الناس بتضم لجوه، يعني انا عيني على طول بتاخد الناس في حته ويبقى في تحركات جايه من الناحيه الثانيه تقدر انت اللي تعمل تشيب باس جوه منطقه الجزاء تعدي بواليا تعدي تروح لكهربا تروح لجونيور عندك التعامل. ويا سلام لو في الهدوء كمان اللي احنا تعودنا عليه في سنه من السنين ان الكره لما بتروح هناك وهو بيشوط بتلاقي سوليه جاي يروح مريح حاله جاي بطن رجله حاططها في الجون بيسهل على سوليه وبيسهل على الخطوط كلها. كابتن علاء توقعاتك سريعا للشوط الاول. توقعات ان شاء الله ضغط هجوم النادي الاهلي وفي هدف ان شاء الله في الاول الشوط الاول ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه توقعاتك للشوط الاول، هل هنشوف اهداف مبكره ان شاء الله؟ اعتقد ان الشكل الهجومي النهارده هيتحسن كتير وعن فرصه الكهرباء واجايه لانهم قريبين من بواليا فرصتهم في احراز الاهداف موجود. والزياده العدديه هتيجي منين؟ من كهرباء من لا كهرباء اوريدي في ال لا كهرباء اجايه قفشه وواحد من الباكين اللي هو محمود وهاني وكمان احيانا وبنشوفها كتير مع مستر موسيماني ان اليو ديانج وعمرو السوليه واحد فيهم كمان بيزيد بالذات كمان في الكور اللي هي بتيجي خارج ال 18 اللي بيصلحها الاجنحه او ظهراء الجنب انه بيشوطوا كتير ديانج وعمرو السوليه من بره ال 18 فواحد فيهم كمان هيزيد. يعني ممكن ساعات بتلاقي ثلاثه او اربعه في ال 18 وفي اثنين على حدود ال 18 منهم اليو ديانج مثلا. وهنشوف ان شاء الله النهارده انطلاقات هجوميه من هاني ومحمود وحيد اكيد، خاصه محمود وحيد مفروض انه فريش مفروض عنده فرصه. احنا صحيح ما بنقولش انه بس عنده فرصه ان يقول انا اهو صح يعني صح. لازم ان شاء الله يبقى ليه دور كبير في الناحيه الهجوميه باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه هنشوف اهداف مبكره النهارده من النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله النهارده. وطبعا الكرات الثابته برضو عليها عامل مهمه في التكتلات الدفاعيه دي الكرات الثابته وموسيماني هم خلي بالك كمان عندهم مشكله في الكرات الثابته طبعا. وانت زي ما كنت على قال التمركز خطا دايما بالزبط. ممكن تلعب عليه في الكره المتحركه بالزبط. من على الاجناب او من خلال الكرات الثابته تتعمل فيها تريكه كده ممكن تضرب بيها التكتلات الدفاعيه باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه اليوم. هنروح لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.